اوكي، هنبتدي اذا حديثنا النهارده ب يعني انترودكشن بسيطه قوي للاقتصاد بصوره عامه، وبعدين هنوصل الى الجزء المالي منه بعد كده. هبتدي ب very basic concepts. اول حاجه ان الناس بتبادل حاجات بينها وبين بعضها، very simple. ف the simplest form of exchange you have هي البارتر اكسشينج. كرباتة شريف رياض عجباني، اقول له طيب انا اديك القلم ده وتديني انت الكرباتة دي. بنبادل حاجات، بارتر اكسشينج دي مبادلة goods and services مقابل goods and services. انا هساعدك في انك انت تبني السور ده حوالين العزبة بتاعتك، وانت تساعدني ان احنا نبني الحيطة دي في البيت بتاعي. ودي المجتمعات الاوليه كلها بدات كده بجودز اند سيرفيسز ما بين شخص A وشخص B، في جودز اند سيرفيسز رايحه من الناحيه دي وجودز اند سيرفيسز جايه من الناحيه دي. الخطوه اللي بتيجي بعد كده ان شريف هيساعدني في ان ابني السور بتاع العزبه بتاعتي، وبعدين بعد يومين ثلاثه اسبوع هبقى انا اساعده في انه يبني حيطه في البيت بتاعه. يبقى الجودز اند سيرفيسز ار ان ديفرنت، الاكسشينجز ار ديفرنت. في بروميسري نوت لايه، بدي انا بي بقول له انا اعدك ان انا هعمل حاجه، وبعد كده هو بيقول طب انت وعدتني انك انت هتعمل الحكايه دي فروح اعملها. انما ان افكت يعني الاول انا فصلت الجودز اند سيرفيسز دي والجودز اند سيرفيسز دي، ودخل ما بينهم بروميسري نوتس عشان يبقى في تايم 1 وتايم 2. الخطوة اللي بعد كده ان بيخش شخص ثالث، يعني يبقى انا وشريف وصلاح سليمان مثلا متفقين مع بعض، يبقى شريف ساعدني وانا هساعد صلاح وصلاح هيساعد شريف as a promissory note عشان نخلص الحكاية دي بيننا وبين بعضنا. لغاية كده ماشيين لسه في البارتر. اتضح بقى لما يخش شخص ثالث بتتعقد العملية في حاجة. ايش عرفني ان قيمة الخدمة او قيمة الـ 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 الحاجة اللي انا خدتها تسوى الحاجة للشخص الثالث؟ الاول تقدر تقول هنتفق الحيطة قد كده والسور قد كده وخلاص، السور ده قد الحيطة دي او تقريبا، واحنا متفقين على كده. انما لما تخش بقى في حاجات ما هياش متشابهه ودخل شخص ثالث، بدا الحاجه الى ايجاد وحده للتعامل اللي هي طبعا دلوقتي الفلوس. ماني هي الوحده اللي بنقول طيب العمل ده يسوى كذا، الكمبيوتر ده يسوى كذا، العربيه دي تسوى كذا، الكرسي ده يسوى كذا. فده بيسمح لنا ان احنا نوحد الوحدة اللي بنتكلم فيها، ونقدر نقيم كل خدمة أو كل عمل، وبالتالي نزيد التبادل بين الناس وبعضها. وبالتالي الوحدة دي اللي هي بدأنا إن احنا نقول هتبقى عملة، تبقى الأول كان ذهب، وكان في بعض المجتمعات كان ودع وكان حاجات كتير قوي، whatever it is متفق عليه، لازم حد بيحافظ على هذا الكم منه. وده دور البنك المركزي، سنترال بانك. whatever سنترال بانك is، ممكن يكون شخص في مجتمع بدائي، ممكن يكون مؤسسة في مجتمع متقدم. دور السنترال بانك هو المسؤول عن الفلوس، الوحدة اللي احنا بنستعملها في التعامل، هو الكرنسي بتاعتنا اللي احنا بنستعملها، مسؤول عن اصدارها وعن الحفاظ على قيمتها. لان طبعا في المجتمعات الماضيه كان الاول بدا وقالوا قيمتها بالذهب وبالوزن وبتاع، طبعا على طول ناس لقت لا ده في ميزه بقى ان احنا نبتدي ندايلوت الذهب ونحط فيه حاجات تانية وبتاع عشان نعمل منه كميات اكبر، وبعدين ده بقى اكتشفوا بقى حكايه الانفليشن. ما هنوصل لها. ففي سنترال بانك، في بعد كده حاجه تانية. طب ما دام الفلوس موجوده في السنترال بانك، ممكن ان بصوره غريبه جدا بنرجع تاني الى المجتمعات البدائيه في المجتمعات المتقدمه جدا. بمعنى ايه؟ ان انا اكشولي
مش محتاج لكاش. يعني انا دلوقتي بدفع بكريدت كارد ولا ما بستعملش الكاش في تعاملات كتيره جدا، ما بستعملش الكاش. ودلوقتي بيتكلموا في طوكيو وفي حته تانيه ان الواحد هيمشي بالموبايل بتاعه كده ويروح معدي جنب الحاجه وتروح حاسب على طول الحساب بتاعه كانه عنده كريدت كارد ماشي. To simplify things for most people. وزي ما انتوا بتعملوا البروكسيميتي كارد كده وانتوا معديين، هيبقى في بروكسيميتي تشيك اوت على الموبايلات عند الناس بيشتغلوا عليها دلوقتي. فالايديا ان بس ده بقى بيحتاج ان يبقى في كليرنج هاوس. الكليرنج هاوس دي يوجوالي اتفق ان لازم البنوك بتقوم بيها، ولكن الكليرنج هاوس دي اصبحت بقى منظومه بنوك ومؤسسات، والبنك المركزي اللي هو الاصلي بيشرف عليها. كويس لغايه كده؟ لا well, اذا كان في كل الترانزاكشنز دي شغاله I need to clear it somewhere. يعني فاي كلير ات ازاي؟ انا عندي حساب في البنك وباخد كريدت كاردز وكريدت كاردز وبشتري وبدفع من هنا ومن هنا ومن هنا، وبعدين في الاخر دي كل الحسابات دي بتتصفى قصاد بعضها. فيبقى عندي انا بدفع حسابي للمحل اللي اشتريت منه حاجه، والمحل بيدفع حسابه للمصنع اللي اداله البضاعه، وكل الحسابات دي بتتسوى فين؟ لازم في كليرنج هاوس. كليرنج هاوس ده مش ضروري يبقى مؤسسه واحده، انما ممكن يبقى مجموعه من المؤسسات. هي فعلا مجموعه من المؤسسات اللي هو النظام المصرفي اللي موجود في اغلب الدول وبيشرف عليها البنك المركزي. اوكي؟ هنا بقى لغايه دلوقتي احنا كنا بنتكلم في الببليك، الجودز اللي اتكلمنا فيها دي كلها برايفت جودز. بمعنى ايه؟ ان دي حاجه ممكن انا ابيعها لحد واخدها اشتريها من حد. انما في حاجات اللي هي نسميها الببليك جودز، ودي انا اخدتها من سلايد قبل كده عشان سايب كلمه ريسيرش فيها. انما في حاجات منفعه عامه، والمنفعه العامه ما ينفعش انها تعامل زي البرايفت جودز. وانا اديتكم المثل ده قبل كده انهم نون اكسكلودبل نون رايفل، وعلى فكره ريكوجنايزد باي ادم سميث ان ذا ويلث اوف نيشنز. كلين اير از ا بابليك جود. قلت لكم المثل ده كتير قبل كده. كلين ووتر از نوت ا بابليك جود. كلين اير اللي هينظف الهواء مش هيقدر يمنع اللي ما دفعش انه ما يتنفسش هواء نظيف. It is not excludable. It is not rival بمعنى ان احنا كلنا بنتنفس نفس الهواء اللي هنا. انما الازازه دي is a private good. لان لو ما دفعتش ثمنها مش هيديها لي، ولو انا شربتها اللي موجود منكم مش هيقدر يشربها. فالديفينيشن اوف ا برايفت جود مش معناه مش مساله ان كلين ووتر از نوت حاجه مهمه للمجتمعات، لا احنا بنتكلم على ان ايكونوميك تيرمز. حقيقه انا احب اقول كلمه في الدفاع عن ادم سميث، لان ادم سميث فعلا از ون اوف ذا جريتست ثينكرز اوف اول تايم. هو اللي كتب حاجه اسمها ذا ويلث اوف نيشنز سنه 1775، واول واحد قعد يحلل يعني ابو الاقتصاد الحديث، والناس بتذكر له فقط وان كوتيشن. كتاب اربعه فوليومز وقليلين جدا اللي قروه، انما كلهم عارفين ان ادم سميث قال لو كل واحد في الكابيتالست سيستم بيدور على مصلحته ان انفيزبل هاند اللي هي الماركت ميكانيزم هتخليهم يخدموا المصلحه العامه في الماركت. فالكوتيشن بتاعت الانفيزبل هاند دي الناس قعدت تقولها وتستعملها وبتاع، لدرجه ان الناس متخيله ان ادم سميث كان مفكر عميق جدا. اند ان فاكت هي ديسكاست بابليك جودز من القرن الثامن عشر، بيتكلم في البابليك جودز وبيقول ان البابليك جودز لازم ان احنا نحميها والدوله اللي تحميها، وفي دور للدوله مش الكلام بتاع ريجان وثاتشر جوفرن بيست جوفرن ليست وسيبوا كل حاجه، لا ان في دور للدوله. واساسا قال على البابليك جودز وضرب المثل بالتعليم ان التعليم العام قطعا في منفعه الجميع،
انما صاحب المصنع هيدرب العمال بتوعه ولكن مش هيعلم الدوله كلها. فلازم تبقى ده المثل اللي ضربه ادم سميث في الكتاب بتاعه بتاع القرن 18. احنا النهارده بنقول مثلا البحث العلمي الاحمر ده اللي بيصرفه القطاع الخاص، والازرق اللي بيصرفه القطاع العام في الدول المختلفه على البحث العلمي، لان في جزء في البحث العلمي لن يقوم به القطاع الخاص لانه للمصلحه العامه. وطبعا القطاع الخاص is extremely important. القطاع الخاص حتى في البحث العلمي، القطاع الخاص في امريكا على الاقل فاق الحكومه الفيدراليه من سنه 1980. فالتوتال ار ان دي ده فكركم القطاع الخاص بيصرفها منين؟ هنا بقى هنبتدي نجيب الكلام، الفلوس اللي بيجيبها منين بقى للحاجات دي كلها؟ هنا بقى هنخش في الايكونومي، ده كده جنرال كونسبتس بيزكس الاول، نبتدي نتكلم في الايكونومكس. اني كويستشن سو فار؟ ده ادم سميث اهو، وعلى فكره جبت لكم الكوتيشن بتاعته اهي. And he intends only his own gain, and he is in this as in many other cases led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. It's a very famous quotation, but Adam Smith is much more profound, and he does speak about something that is relevant للمستقبل اللي هنتكلم فيه في المحاضرة التانية، اللي هو regulation of markets عشان الواحد يضمن الماركتس. وده في الـ Wealth of Nations لما بيقول ان the state is responsible for erecting and maintaining those public institutions and public works which though they may be in the highest degree advantageous to a great society are however of such a nature that the profit could never repay the expense to any individual or small number of individuals and which it therefore cannot be expected that any individual or small number of individuals should erect or maintain public goods. فنرجع 1775 بداية العصر الحديث بتاع الكابيتاليزم أو الرأسمالية. الثورة الصناعية في إنجلترا كانت بدأت، التوسع التجاري كان بدأ، لأن في القرن اللي قبليه القرن السادس عشر والسابع عشر كان فيه بدأت التجارة العالمية تمشي على البحار بصورة أكبر قوي. وإنجلترا كانت بقى غير بعد الثورة الصناعية كمان هتبقى أقوى دولة، خصوصا بعد هزيمة نابليون بونابرت سنة 1815، وبالتالي هتفرض سطوتها. وبدأت بقى فترة الإمبراطوريات والتوسعات العالمية في هذه الفترة، والفكر الاقتصادي بدأ مع أدم سميث. القاعدة الأساسية في الاقتصاد إله علم الإيكونوميكس two curves اللي هم supply and demand. طبعا كلكم سمعتوا عن supply and demand. What is it? It's very simple. It says in for any good, أي حاجة بعملها، أزايز، علب، كمبيوترات، اللي هو مقابل سعر معين أنا مستعد to supply quantity معينة. هتديني سعر قليل هعمل كمبيوترات قليلة، هتديني سعر غالي هعمل كمبيوترات كتيرة أوي. فده is my supply line. On the other hand عندي demand. والله الكمبيوتر رخيص خالص كلنا عايزين نشتري منه. الكمبيوتر غالي جدا قليل جدا منين اللي هيشتري، الكوانتيتي هتبقى قليله. التقاطع بتاع التو بوينتس دول بيسموه الاكوليبريم بوينت، اللي هو التقاطع بتاع السبلاي اند ديماند، وبنقول ذيرفور ذيس از ذا اكوليبريم برايس وده الاكوليبريم كوانتيتي. يعني سوق العربيات العالمي بياخد 10 مليون قطعة عربية بتتباع في السنة مثلا بمتوسط السعر كذا مثلا، أو أي وحدة من الوحدات الواحد عايزها. الطلب لما بتغلى الوحدة بيقل، ولما بترخص بيزيد، ناس أكتر عايزة تشتري ما كانتش قادرة تشتري قبل كده هتشتري، أو أنا نفسي أحب أشتري أكتر من وحدة إذا كانت ده موجودة قدامي. والسبلاير العكس، كل ما هديله فلوس زيادة، لو أقول له هديك في الوحدة 10,000 يقول لي خلاص أنا أعمل لك 1000 وحدة، لو أقول له هديك في الوحدة 10 بس أقول لك طب خلاص أعمل لك 10 وحدات بس مش هديك أكتر من كده، وهكذا. فنقطة التقاطع دي بتدينا a price and a quantity. إيه أهمية the prices and quantities؟ That is what the market mechanism is all about.
فكرة الماركت ميكانيزم ان يبقى في عدد كبير من الناس بيشتروا وعدد كتير من الناس بيبيعوا، ونقطة التقاطع هي اللي بتحدد السعر ما بين المشتري واللي بيبيع. طبعا this is very simplified, life is much more complicated than that. بس خلينا في الـ simple concept دلوقتي. الـ next concept هو لما بيحصل shifts. shifts يعني زي ايه مثلا؟ زي الديماند بتاعي بيزيد، فرحت من الخط ده للخط ده، زي مثلا البترول والطاقة. العالم محتاج طاقة زيادة، فهياخد سبلاي أعلى وهيدفع ثمن أعلى. أو في حالات معينة لما يبقى الديماند إز إنيلاستيك، إنيلاستيك يعني الديماند ثابت، يبقى أقدر أغير السبلاي يقوم بيتغير البوزيشن بتتغير، فبقدر اغير من الناحيه دي ومن الناحيه دي. واللي بيحصل بقى ان بيحصل تلاعبات كتيره جدا. كل ما يخش نيو بروديوسر نيو برودكت، يعني اي بي ام بتبيع كمبيوترات معينه وبعدين طلع ماكنتوش وطلع مش عارف لينوفو ولا مش لينوفو ولا طلع مش عارف حاجات كتيره جدا، فدي ار كومبيتنج وذ ايتش اذر، وكل مره دي شيفت البرايسز والديماندز، فالايكوليبريم بوينتس بتتحرك كل مره. لما ببقى ما عنديش فرصه اني اقدر اتحرك، اي هاف تو جو باك تو ا نيو سبلاي بوينت، بيبقى السعر ممكن يقل لو الكومبيتيشن زادت، ينزل من بي 3 لبي 1، او يرتفع السبلاي من Q2 لQ1 على حسب. فالفكره ان التو كيرفز دول ار نوت جيفن، they move مع دخول ناس جديده في السوق، مع دخول alternative products، مع دخول suppliers جداد، مع competition جديده، مع new consumers. يعني دلوقتي مثلا الناس اللي كانت بتبيع luxury items جوتشي و والوي فيتون مش عارف ايه، ما كانوش زمان بيبيعوا في الصين، ما كانوش بيبيعوا في كوريا، دلوقتي بقوا بيبيعوا كلهم في الصين وفي كوريا وبتاع، بقى عندهم نيو كونسيومرز هناك، فالكوانتيتي او الديماند بتاعهم بيتغير. فيو كان جيت ذا ديماند از تشينجينج من ناحيه والسبلاي از تشينجينج من ناحيه. فالتقاطع ده از نوت فيكست، از نوت ابسوليوت، ات تشينجز اوفر تايم. This is the idea of a market clearing mechanism. Very, very simple. اوكي اي كويشنز؟ ايوه ليلى. نعم، ما كونسيومر بيهيفير از ذا ديماند كيرف. يعني كونسيومر بيهيفير ذا ديماند كيرف كان شيفت، ذاتس ذا كونسيومر بيهيفير شيفتنج. ذا سبلاي كيرف شيفتنج، ذاتس ذا بروديوسر بيهيفير شيفتنج. ان ايكونومكس وي هاف تو كايندز اوف ايكونومكس. مايكرو ايكونومكس اللي هي how an individual firm behaves، how a project behaves، حاجة على مايكرو ليفل يعني. وفي الماكرو ليفل اللي هو بينظر لاقتصاد الدولة ككل. These are two different kinds. النهاردة مش هنتكلم في المايكرو، هنتكلم فقط في الماكرو. الماكرو، لان طبعا ده اللي هو الاساس بتاع الازمه اللي احنا بنعيشها النهارده، ازمه على اساس ماكرو ايكونوميك فيليرز مش مايكرو ايكونوميك فيليرز. فالماكرو ايكونومكس اول حاجه نفهمها فيها ايه هو الجروس دوميستيك برودكت. طبعا كلكم سمعتوا كلمه جي دي بي والدخل القومي وزياده الدخل القومي والدخل القومي بير هيد بير كابيتا. ايه هو الجي دي بي ده؟ جي دي بي is the sum of all the transactions that make up an economy. ناخد حدود مصر كده، وكل ما يتم فيها من بيع لخدمات ولإنتاج ولموظفين، كل الترانزاكشنز دي لما نجمعها على بعض بيبقى اسمه الجروس دوميستيك برودكت. ساعات بتسمعوا جروس ناشونال برودكت. الجروس ناشونال برودكت مش هنتكلم فيه النهارده كتير، انما ده اساسا بيخش فيه الاسيتس بتاعتي اللي بره. يعني لو انا عندي استثمارات، لو احنا كمصر مثلا مستثمرين في امريكا ومستثمرين في دول تانية كتير،
يبقى عشان اعرف الريع بتاع المؤسسات اللي تابعه ليا اللي موجوده بره، واصفي الريع بتاع الاستثمارات بتاعت الناس اللي عندي وبيشتغلوا من بره. التصفيه دي بيسموها جروس ناشونال برودكت. فخلينا في الجروس دوميستيك برودكت. دوميستيك برودكت ده جي دي بي، ده سهل قوي. ده اساسا الحدود الجغرافيه، عشان كده بيسموه دوميستيك، الحدود الجغرافيه. كل ما يحدث داخل الحدود الجغرافيه دي بغض النظر عن مين اللي يملكها. من ناحيه عندي بزنس فيرمز، ومن ناحيه عندي كونسيومرز وانفسترز. طبعا we're simplifying. I know there are many intermediaries وحاجات تانية كتيرة، انما خلينا to simplify. فدول بيعملوا ايه؟ الفيرمز بتعمل بزنس، بتعمل creation of income. وبتاخد من الناس البرودكتيف سيرفيسز بتاعتها. فالكونسيومرز بيدفعوا كده اهو سيل اوف برودكتيف سيرفيسز، وبيدفعوا قصادها ويجز، وللانفسترز بيرجعوا انترست وبروفيت وحاجات زي كده. فالبزنس فيرمز بتاخد سيرفيسز سواء ليبر او اذر كاينز اوف سيرفيسز وبتدفعها، وبتاخد انفستمنت وبترجعه تاني من حيث البروفيت والانترست لو في حاجه. الكونسيومرز بقى هم بيعملوا ايه؟ بيشتروا الجودز اللي بتنتجها الفيرمز، وبيدوا بزنس ريسيتس اللي هم بيصرفوا كونسامشن بتاعتهم. لما بنروح احنا بنشتري اكل، بنشتري عربيه، بنشتري كمبيوتر، بندفع جزء من الفلوس بتاعتنا، الفلوس دي بترجع تاني. ده اللي بيدي الشركه البزنس، شركات الريسيتس بتاعتها اللي هي بترجعها كويجز للموظفين بتوعها والعاملين بتوعها، بترجعها كديفيدنز او بروفيتس، ارباح للانفسترز. طبعا انتوا كلكم فاكرين كويس قوي المحاضره بتاعت الفاينانشال ستيتمنتس والحاجات دي، فمش هنرجع تاني في الدوره بتاعت الفاينانشال ستيتمنتس. فاذا نظرنا للتوازن اللي موجود ما بين البرودكشن والكونسمبشن والانفستمنت، ممكن ان احنا نحطها بصوره اخرى. في اتفاق باي ديفينيشن، زي ما باي ديفينيشن كده البالانس شيت لازم اللايبيليتيز والاسيتس يساووا بعض في الاخر، الجروس ناشونال برودكت والجروس ناشونال انكم ار ايكويفالنت، they have to be equal. يا شريف، ما في ده داخل فيها طبعا، كله داخل فيها. يعني دلوقتي شركات البترول مش مهم شركات البترول اللي بنبص عليه في الجروس ناشونال برودكت از ا فلو، اتس نوت ا بالانس شيت، مش كابيتال. يعني بنقول طلعت بترول قد ايه وبعت بكام البترول ده السنه دي. جروس ناشونال برودكت ده لمده سنه واحده السنه دي، فضل قد ايه في الارض دي قضيه ثانيه، خلص منك في الارض دي قضيه ثانيه. السنه دي قناه السويس مقفوله، الريفينيوز بتاعتها ار ايكوال تو زيرو، يبقى زيرو. السنه اللي فاتت كانت مفتوحه وجابت ريع كذا دخل، فبيخش الحساب، كل حاجه بتتحسب بهذه الصوره. بس باي ديفينيشن البرودكشن والانكم ار ايكويفالنت باي ديفينيشن، لان في افتراض ان الفاليو بتاع كل حاجه هي الماركت. ليه؟ لان بنقول ان الماركت سيتس ذا برايسز. ما دام في تقاطع بتاع التو كيرفز دول، يبقى الكوانتيتي والبرايس اتحدد. يبقى الكوانتيتي من ناحيه هتبقى برودكت تنضرب في البرايس، يبقى ده ناحيه الانكم. اي ايوه، ده بيبقى عندك كده بند اسمه انترناشونال تريند، اكسبورتس وامبورتس، بتزود الاكسبورتس وبتطرح الامبورتس وهكذا. يعني بتصفي الحساب ده، بتشوف بس داخل الدوله. فباي ديفينيشن دول ايكويفالنت، لان هو نفس الفلو اللي ماشي، حجم الفلو ده هو نفس الحجم الفلو ده. هنا طبعا في الكونسمبشن، تايبس اوف جودز، في كونسمبشن، في حاجات انا بستهلكها، في حاجات بتبقى استثماريه،
اللي هي السلع الاستثماريه، اللي هي الباب السادس عندكم كلكم عارفين الباب السادس از اوبوز للباب الثاني والباب الاول. الباب الاول ده سالاريز، السالاريز دي بتروح كل واحد منهم بياخد السالاري دي في انه بيحط منه جزء انفستمنت، بيشتري شقه، بيشتري ديورابل، او بيصرفه كونسمشن على نفسه. ففي جزء انفستمنت وفي جزء كونسمشن وفي جزء بنسميه اللي هو الجفرمنت، مصاريف الحكومه. مصاريف الحكومه ليها وضع خاص جدا في الاقتصاد الوطني لانها بتاثر على حاجات كتيره جدا. يعني مصروفاتك انت ومصروفاتي انا ما بتاثرش على الدوله قد لما الحكومه تقل او تزود المصاريف بتاعتها، لان المالتي بلاير افكت بتاعها اكبر. فالسبندنج كاتيجوري في كونسامشن وبزنس وجفرمنت، دول بياخدوا بيرشيسز من الحاجات اللي طالعه من البرودكشن، هم اللي بيقفلوا الدايره ما بين بعض. حكايه السي جي اي دي اللي هي كونسامشن انفستمنت وجفرمنت ار ذا ثري سمبل كومبوننتس بتوع الجروس ناشونال برودكت. فادي الجروس ناشونال برودكت ان ذيس كيس، ده كتاب قديم جابته لي سهير امبارح طلبته منها بتاع شولتس، انا فاكره من 40 سنه الكتاب ده. فكان وقتها الجروس ناشونال برودكت بتاع الولايات المتحده ان 1950s كان 676 مليار بس، دلوقتي از اوفر 13 تريليون انما يعني. المهم الجروس ناشونال برودكت از ايكوال تو ذا جروس ناشونال انكم، الاثنين دول العمودين دول قد بعض بالظبط، ده باي ديفينيشن. كويس، بيطلع من الجروس ناشونال انكم ده بيروح فين بقى؟ بيروح باي سبيندنج كاتيجوري للبزنسز، بيعملوا السيفنجز بتاعتهم، وبعدين بيروح للتاكسز، ضرائب للحكومه. ضرائب للحكومه دي في جزء منها بيروح ترانسفير بيمنتس، وفي جزء بيفضل نت تاكسز، وبعدين في جزء بيروح دايركتلي للافراد اللي هو التيك هوم باي نت اوف تاكسز. يعني احنا دلوقتي هنا لما بنحسب ده النت باي بتاع الشخص وده التاكسز اللي بتروح على الحكومه، فاحنا بنحسب دلوقتي بندفع لحد 1000 جنيه بنقول لا هو في الباب الاول عندنا بيبقى 1225 جنيه لانه في 22.5 بيطلعوا بيروحوا ضرائب. الضرائب دي كلها ما بتروحش للحكومه، لان الحكومه بتصرف حاجات بيسموها ترانسفير بيمنتس، بتدي دعم للناس. ترانسفير بيمنتس دي مهمه قوي، في فرق بين دعم السلعه ودعم الفرد. هنا ده ترانسفير بيمنت يعني دعم للفرد الفقير، بديله فلوس اضافيه فبتزود البيرسونال انكم بتاعه. ادي البيرسونال انكم كان كذا، زودت عليه حته الترانسفير بيمنت دي اللي جايه من الناس الثانيه، فبيزيد الديسبوزبل انكم بتاعي بيزيد بالترانسفير بيمنت. هل ده مهم؟ اه مهم. هديكوا مثل، ده مقارنه ما بين امريكا والدول الاوروبيه على نسبه الفقر اللي موجوده في المجتمع. زي ما انتم شايفين يو اس اي كان حاجه 12% وقتها، وقت دي سنه 2000 السوق الاحصاءات دي مبنيه على التسعينات، وادي كل الدول الاوروبيه ما بين 3 و5%. فالامريكان كانوا بيقولوا لا ده عشان احنا وي ار مور ادفانسد ان نوليدج بيزد ايكونومي، وبالتالي ان الانيكواليتي عندنا لازم تتواجد، دي حاجه طبيعيه. انما اذا رجعنا وقلنا طيب تعالوا نبص، ده سنة 91، نبص على نفس الإحصاءات دهيا من غير government policy، مفيش transfer payments، هنبص على طول نلاقيهم إنهم فعلا كلهم تقريبا قد بعض. آدي الـ actual observed وآدي الـ observed before policies. فهنا تقريبا كلهم موجودين ما بين 20 و25% نسبة الفقر، إنما in effect اللي بيحصل الأوروبيين بيرجعوا الفقر لغايه هنا بالترانسفير بيمنتس، الامريكان ما بيرجعوهوش فبيفضلوا هم كده، بينما المتوسط الاوروبي اقل بكتير جدا. ترانسفير بيمنتس انكلود مثلا حاجات زي unemployment insurance، الشخص العاطل مش لاقي شغل بيصرفوا له unemployment check عشان يقدر يعيش اثناء ما بيدور على وظيفه. This is a transfer payment. في فاوتشرز، في حاجات تانية. فيو كان سي ان الامباكت بتاعها يبقى كبير جدا على نوع المجتمع اللي الواحد بيعمله.
إذن في قرارات بالنسبة للتاكسز لها دعوة بالنسبة للقرارات الاجتماعية والاقتصادية بتخش مع بعضها بتتداخل في الحتة دي، إن في ترانسفير بيمنتس بتيجي هنا. Is this clear so far؟ كريستال كلير كده، مفيش حد مش فاهم. طب الله كويس. طيب نصعب سنة. لا هو خلينا هنا عشان ايه ما تتخضوش، هو كده. هنصعبه سنة، بس هندخل a little bit of realism. A teeny weeny little bit of realism. شوية realism. طيب gross national product اهو زي ما هو. في بقى net national product بشيل منه ايه؟ ال depreciation. محسن شافعي الإهلاك، لازم يطلع الإهلاك، فلازم أشيل حتة منه، ده بيروح إهلاك، فده بنسميه نت ناشونال برودكت. ونت ناشونال برودكت ده بطلع أشيل منه الجفرمنت اندايركت بزنس تاكسز زي ما بنسميه، بيبقى الناشونال انكم. ناشونال انكم ده بقى بيصب كده على طول، بيطلع منه ريتيند بروفيتس للشركات، بيطلع منه ويجز، بيطلع منه اونرز انكمز، اللي عنده اسهم، اللي عنده ارض، اللي عنده حاجه بياخد ريع منها. في ديفيدنس لاصحاب الاسهم، وفي هنا كونتريبيوشنز تو لوكال سوشيال انشورنس وايرا وكوربوريت بروفيت تاكسز. ده بيدينا الجفرمنت نت تاكسز، ده بيدينا البيرسونال انكم، وده بيدينا الجروس بزنس سيفنج. وهنا ده الترانسفير بيمنت اهو، دي النت تاكسز ديسبوزبل انكم، وادي الترانسفير بيمنت هنا، وده الجروس بزنس سيفنج. ادي هنا اهوت بقى الجروس بزنس سيفنج، بيرسونال انكم، جفرمنت نت تاكسز، وادي الترانسفير بيمنتس اللي كنا اتكلمنا عنها. الناس اللي اخذت الانكم ده بعد كده بتدفع يوجوالي بيرسونال انكم تاكسز بعد كده، وهاوس هولد ديسبوزبل انكم اللي بيفضل في الاخر اللي هو نت بتاع كل الحاجات دي. ده بيحصل منه ايه بقى؟ جزء منه بيروح ادخار سيفنجز، وجزء منه بيروح كونسامشن. كونسامشن دي بتشغل الشركات وبترجع تاني للبرودكشن اون ذا اذر سايد. الحكومه كذلك بتصرف على جودز اند سيرفيس، بتبني مشروعات، بتدفع للتعليم وللصحه والسيرفيسز كتيره، فجودز اند سيرفيسز الحكومه بتصرف لجودز اند سيرفيسز، فده ايضا بيرجع تاني ماشي بالشكل ده. الناحية التانية اللي هو البيرسونال سيفنج بيروح مع الجروس بزنس سيفنج، وده الاثنين سوا بيكونوا الانفستمنت. الفلوز ده هي الفلوز دي بقى اللي بيديرها اللي هي السنترال كليرنج هاوس اللي كنا بنتكلم عنها الاول، اللي هي اساسا بتصفي كل الحسابات دي، وهي مش حتة واحدة انما مؤسسة مكونة من نظام مصرفي، بنوك، نظام فاينانشال انستتيوشنز، في ضمانات اجتماعيه وانشورنس بوديز وحاجات كتيره جدا، وفي حكومه بتلعب دور بالتاكسز وبالصرف، وفي ايضا بصفه خاصه البنك المركزي او السنترال بنك، مفروض ان هو بيشرف على كل الفلوز اللي موجوده قدامنا دي. فزي ما انتم شايفين this is not much more complicated than that، يعني هي بس زودنا شويه فلوز. لا معلش، دي ارقام دي كانت موجوده الوضع امريكا سنه حاجه و50، مش مهم. يا شريف مش فاهم انا ازاي النت ناشونال برودكت تطلع منه التاكسس، مش التاكسس دي من ضمن الانكم بتاع الدوله، ولا هي لا البرودكت ما البرودكت هو الصم بتاع كل حاجه، يعني ارجع له تاني هنا اهو، ده الجروس ناشونال برودكت اللي هو الصم بتاع كل الترانزاكشنز اللي بتحصل في الدوله، وبعدين جزء من الجروس ناشونال انكم ده بيبقى از ذا سيم. بس احنا بنقول بقى ان لو عايز تطلع من جروس لنت، ايه الفرق ما بينهم؟ هو الاهلاك. الاهلاك ده اللي هو ان كل حاجه موجوده في السنه اللي انا استعملتها دي، صحيح انا كسبت حاجات، انما قيمه الحاجات اللي عندي برضو قلت، فبحسب الاهلاك ده لازم ادخله في الحسبه، فده بيحوله من جروس ناشونال برودكت او جروس ناشونال انكم تو نت ناشونال انكم. ستيل ذا سيم كونسبت، بس احنا دلوقتي دخلنا فكره الاهلاك، فبنشيل اللي هو الديبريشيشن. انا بس
ايوه لا، ما التاكسز لسه داخله جوه جزء من الانكم. يعني التاكسز نت او جروس تاكسز طالعه من الانكم. الحاجه الوحيده اللي بتفرق لما بنقول نت ناشونال انكم و جروس ناشونال انكم هو الديبريشيشن، اللي هو الفرق ده، الحته دي الفرق ده اللي هو الديبريشيشن. لان المفروض بشيله وبحطه عندي في الشركات عشان اعوض بيه الاهلاك بتاع المكن اللي بستعمله، وعشان كده بيرجع تاني كجروس بزنس سيفنجز ومنه بيطلع انفستمنت. احنا عشان احنا ما احناش مؤسسه انتاجيه بنحسب الاهلاك حساب دفتري فقط. انا مفروض لو انا كنت شركه ان مثلا بقول ان بعمل اهلاك للعربيه في 5 سنين مثلا، يبقى كل سنه 20% من قيمه العربيات دي احطها على جنب. بعد 5 سنين مفروض قيمه العربيه اصبحت زيرو، هكون حوشت ما يعادل قيمه العربيه واشتري واحده جديده. اه اي ماله ده يطلع من هنا ليه؟ اذا كان اللي انا فاهمه يعني ان الضرايب دي من ضمن الانكم بتاع الدوله مش بتدفعه، هي بتاخده. ايوه لا، ما هو ده البرودكت ده بيكون من ايه؟ في الناشونال انكم اللي هيتوزع بالطريقه ده، هي في ريتين بروفيتس ويجز وبروبريتورز انكم وديفيدنس، وفي كونتريبيوشنز للسوشيال سيكيورتي اللي هو الجزء الضمان الاجتماعي بتاعنا، وفي الكوربوريت بروفيت تاكسز اللي بتطلع من هنا، وفي حاجه اسمها الاندايركت بزنس تاكسز. الاندايركت بزنس تاكسز دي بقى اللي هي الدمغات وحاجات كده موجوده على الترانزاكشنز بتطلع بره الحساب بتاع الحساب الختامي بتاع كل شركه. اوكي؟ يعني سيبها، دي حاجه صغيره خالص دي، يعني لو دي مش دي المشكله. يعني المشكله الاساسيه اللي هتحصل واللي هنوصل لها في الاخر، عشان النظام ده يشتغل لازم يبقى عليه رقابه معينه، وهذه الرقابه المعينه ده اللي حصل فيها ازمه. فانما الاول السيستم عشان التعاملات دي كلها تقدر كلنا نقدر نتعامل مع بعض، وكل واحد مننا لما بيروح حته بيلاقي اللي هو عايزه، مفروض لازم يبقى في الترانزاكشنز دي كلها ماشيه. الترانزاكشنز دي اسعارها بتبقى ماشيه ازاي؟ في سوق بيتعمل. بيحصل ايه لما بتحاول انك انت تمنع السوق انه يشتغل؟ مين يقول لي؟ بالامر مثلا، لما اجي بالدوله بالامر امنع السوق انه يشتغل، بيحصل ايه على طول؟ وبيحصل سوق سوداء على طول. يعني ان افكت بدل ما تبقى ترانسبيرنت وقدامك، it goes under the table. يعني بيبقى في سوق سوداء، لان لما تقول مثلا للتاجر لازم تبيع الوحده اللي بتكلفك 120 تبيعها ب 100، مش هيبيعها وهيقول ما عنديش، واللي مستعد يديله 150 هيديله، هيلاقي طريقه ان يبقى في، واللي اسمها سوق السود، ان في سوق سودا للبضاعه، في سوق سودا لحاجات كتيره جدا بتبقى موجوده. فلما الواحد بيتدخل عشان يمنع الاوبريشن بتاعت السوق، بيترتب على كده قيام سوق سودا. بلاك ماركتس موجوده في كل حته في العالم، هابنز اول ذا تايم، واحنا عشناها كلنا في فترات النقص الشديد، لا ناس بتتصرف يعني. لا، الماركت هو اللي بيحدد سعر الحاجة. حضرتك بتقول ازاي بيحصل ايه لما تتدخل الدولة وتوقف؟ اوقف ازاي؟ اوقف ان انا احدد سعرها مثلا. او ان انا اممها مثلا. نعم؟ او اممتها. لو اممتها هيحصل ايه؟ هيبقى الدولة اللي هتقدم الخدمة، لما الدولة بتقدم الخدمة هتقدمها بسعر معين، هتبقى عندها مونوبولي بوزيشن. المونوبولي بوزيشن ده هنا الناس هتروح في حتة تانية عشان تلاقي الالترناتيفز بتاعتها، لان مفيش سوق، بيوقف السوق. فاللي هيحصل اذا قدامنا التدخل، يعني السعر المفروض بيتحدد بالتو كيرفز دول، والدوله شغلتها الرقابه على كل ده، ولكن عندها ادوات عشان تتدخل في السياسه. انا هديكم كده، هعمل ديجريشن شويه عشان نخش على ايه هو السياسه الاقتصاديه. السياسه الاقتصاديه ما هيش مجرد ان الواحد كده يقعد يتفرج وملوش دعوه بحاجه، لا، السياسه الاقتصاديه فيها اهداف محدده عايز اوصل لها. ده اهم حاجه لاحظناها في التاريخ، ان في حاجه اسمها بزنس سايكل. البزنس سايكل يعني بمعنى ايه؟ ان العمليه دي وهي بتمشي كدهوت، في فترات بنلاقي بوم ماشي جامد قوي،
وحتى بيبقى في انفليشن قويه وبتاع، وبعدين فترات تانية بقى في كساد وريسيشن وبتاع. دي بيسموها البيزنس سايكل. بيزنس سايكلز الى الان ما حدش عارف يتخلص منها في اي اقتصاد في العالم، ولكن بداوا انهم يقدروا يعملوا سياسه من الثلاثينات بتاع القرن الماضي بعد الجريت ديبريشن، وخصوصا بعد الحرب العالميه الثانيه، بداوا يعملوا سياسه ان الحكومه تلعب دور. ودي كانت الكونتريبيوشن بتاع واحد اسمه جون مينارد كينز، كينزيان ايكونومكس. كينز ده من اهم الشخصيات في التاريخ يعني، اللي قال ان الدوله لها دور تلعبه عشان تعمل كاونتر سيكليكال ايفكت، عشان تقلل الامباكت بتاع البيزنس سايكل على المواطنين. بتعمل الحكايه دي ازاي؟ ان تصرف، مفيش ناس عايزه تستثمر، الدوله هي اللي تصرف، تزود المشروعات بتاعتها، تستلف، ران ديفيسيت عشان تمشي العجله وتبتدي العمليه. ما انا لما بصرف كدوله بشغل مقاولين، المقاولين بيجيبوا عمال، بيجيبوا مقاولين من الباطن، بيجيبوا موردين، العمال بياخدوا فلوس بيصرفوا، فبدات العجله تمشي تاني لما بيحصل حاله كساد وركود. وبالعكس لما تبقى العمليه ماشيه زياده عن اللزوم وفي تضخم شديد جدا زي ما بيحصل مثلا في اسعار البيوت والاراضي والحاجات دي، اي تايتن الماني، ميك ات ديفيكلت فور بيبل انهم تو فاينانس الحاجات دي، فاقدر اعمل ديفليشنري امباكت. من الحاجات المهمه اللي هذكرها بس ان باسون كده، هي ان الانفليشنري جاب والديفليشنري جاب، في افتراض ان في ايكوليبريم بوينت موجود في الاقتصاد يعادل حجم هذا الاقتصاد مع حجم الصرف المتوقعين منه، ان الحكومه ممكن تغير، لان ده consumption investment and government spending، ممكن انا اطلع فوق هذه النقطه يبقى عندي inflationary push، تحت هذه النقطه عندي deflationary gap بشده لتحت، وان الحكومه تقدر تلعب الدور ده بانها اما تزود الضرائب، تقلل الضرائب، تعمل tax cuts. لما بتعمل tax cuts بيفضل فلوس اكتر مع الناس، لما الناس عندها فلوس اكتر they can consume or they can invest if they choose depending on their marginal propensity to do so. وفي نفس الوقت ال government can also increase spending. These are two tools the government utilizes. في حاجة اسمها multiplier بتقول ان اذا قللنا الضرائب مثلا 10 والconsumption هتزيد 9، انما الايكونومي كله هيزيد 22، فهيقل النت هيبقى مختلف. وده بيحصل في حتت كتيرة، انما ما يهمناش في النقطة دي دلوقتي، يهمنا بس ان احنا نعرف ان government taxes play a role, government spending plays a role والافيلابيليتي اوف ماني. طيب لغايه دلوقتي احنا اتكلمنا في الريل ايكونومي، يعني قلنا خدمات، واحد بيروح ياخد يعمل اشعه عند دكتور يحيى، واحد بياخد خدمه بنكيه، واحد بياكل في حته، بيشتري عربيه، كلها حاجات حقيقيه. انما ايه دور بقى الفاينانس، وايه علاقه الفلوس والفاينانس مع الريل ايكونومي؟ الريل ايكونومي هي دي الصور اللي قدامكم دي، برودكشن، امبلويمنت، ريل وورلد برودكشن، زراعه، مصانع، بترول، مناجم الى اخره، وريل وورلد كونسومشن، ناس بتشتري حاجات، خدمات، بضائع وحاجات زي كده. This is real. انما افتكروا الترانزاكشنز الاولانيه اللي بدانا بيها من البارتر ايكونومي. This is made possible by the flow of money. Money supply. And money does not have to be real money, عملة. ما العملة دي عبارة عن ورق، ما هياش ذهب. دي وعد من الحكومة ان مقابل هذه الورقة هي it stands behind الورقة دي ان قيمتها 10 جنيه. ف this is a different concept. الورق already احنا والنهاردة we are beyond that مع الكريدت كاردز والحاجات دي كلها. ففي الفلو اللي بيمشي الحاجات دي كلها هو ماني، والمؤسسات اللي بتقوم بالعمليه دي هي البنوك. بانكينج اساسا، ماني اند بانكينج. فماني از سنترال، بس ماني نوت جاست كاش ماني كده. There is a lot. In fact لو نبص مثلا الحسابات بتاعتنا احنا في المكتبه،
بيجي لنا تحويل من سويس ديفلوبمنت كوربوريشن، بيجي لنا يتحط في البنك بتاعنا ما بنشوفوش، ما حدش بيجيب لنا كده يوروز ناخدها ونحطها في البنك وبتاع، ما حدش بيعمل كده، بيتحول على طول من الحساب، بيخصموا من الحساب بتاعهم يزودوا على الحساب بتاعنا. This is a clearing house function. اخصم من الحساب ده وازود حساب ده. This is what a clearing house does. كل الحسابات قصاد بعضها تتقفل عالميا around the world. فاكشولي the actual movement of cash is limited. في الاقتصاد الحديث اصبح الجزء اللي هو بنتعامل من غير الاكتوال كاش بيزيد بالنسبه للتوتال ترانزاكشنز. ودي اظن تجربتنا كلنا، يعني ما فيش حد تجربته غير كده. فالماني اند بانكينج اذن بيتحول الى ثلاث اجزاء. في المسؤوليه بتاعت اصدار العمله، يعني this is still a function، وده البنك المركزي اللي مسؤول عنه. فالبنك المركزي بيطبع نسبه معينه من الفلوس، وكم الفلوس اللي بيطبعها ده جزء من السياسه الماليه او السياسه النقديه بتاعت الدوله، اللي هي المونيتري بوليسي بتاعت الدوله. ودي من اكثر الحاجات اللي بيقعدوا يحسبوها في البنوك، البنك المركزي شغلته انه يقعد يحاسب في الحاجات دي كتير قوي عشان يضمن انه ما يزودش التضخم، انفليشن. تاني حاجه ان احنا لسه قايلين بس الماني سبلاي ده از جاست بارت اوف ات، الكاش ده از اونلي بارت اوف ات. في كذلك الكريدت. انا لما بستلف من البنوك اي ام كرييتنج ماني ذات دازنت اكزيست. يعني لغايه دلوقتي كنا بنتكلم على اني انا بدفع لجودز اند سيرفيسز من اللي عندي، باخد ويجز وبدفع منها، انما انا بستلف من البنوك. ايوه لا، هي جزئين. If it's an investment loan، الكريدت ده is extended for investment، لا العملية بتدرس. يعني انت بتقولي انا دلوقتي هحط 100 من عندي، وتعالى يا بنك اديني 500، وال 600 دول هعمل بيهم مشروع، والمشروع ده هيطلع ريع هيسدد لك ال 500 بتوعك والانترست عليهم، وكمان يرجع لي مش بس ال 100 بتوعي ويبقى لي ريع ودخل. طبعا يعني لما تروحي مثلا النهارده حته زي الجونه، كويس، ما هي الجونه دي كانت سداح مداح كده وتحولت دلوقتي بقت ريزورت ضخم جدا، انفستمنتس اتعملت، جزء من الانفستمنت اتحط كاش، جزء كبير جه كريدت. الكريدت وقتها ما عندوش ضمان غير انه بيدرس المشروع. استدي البنوك المفروض وقتها بقى انا بتقيم المشروع وبتشوف انه كريديبل ولا مش كريديبل. وفي ناس بقى متخصصين زي ما قلت لكم قبل كده في حاجه اسمها فينشر كابيتال. فينشر كابيتال دول يقول لك انا بخش في الحاجات الفيري ريسكي مقابل ان انا every now and then I will hit a جوجل، I will hit a زيروكس، I will hit a بولارويد، الحاجات البراند نيو دي اللي ما اتعملتش قبل كده، ومره واحده يبقى لي دخل كبير جدا، فانا مستعد ان اتقبل ان اخش في 10 عمليات وتسعه منهم يطلعوا خسرانين مقابل العشره دي اللي هتعمل كده. انما اغلب الوقت البنوك ما بتعملش كده. فينشر كابيتال دول سبيشال سب جروب. بنوك شغلتها انها تو اكستند كريدت، بتكستند كريدت على مشروعات. حصل عندنا في مصر مثلا مشروعات تعثرت، مستثمرين تعثروا. فانا كنت قاعد مع احمد بهجت في الهيلتون بتاع 6 اكتوبر اللي احنا كلنا رحناه كتير جدا. فهو كان بيتكلم معاه على وقت ما كان متعثر قال لي شوف، ما هو يعني انا ما خدتش الفلوس دي وهربت بيها، انا عملت كل اللي انت شايفه ده حوالينا، البيوت والجولف كورس والاوتيل والمش عارف ايه، ولكن الفوركاست اللي كنا عاملينه على السرعه اللي هيقدر يستعيد بيها الدخل بتاعها يوصل لدرجه معينه نقدر ارجع القروض ما جاتش، لان الجروث ريت ما كانش as big as we thought. فالتوقع ده ما كانش، كان too optimistic، فترتب على كده ان الداخل is not enough to pay for the debt. فيوجولي in cases like that بما ان البنك اشترك في صناعه القرار لانه ادى الكريدت، المفروض انه يقعد
مع الانفستر ويراجعوا تاني ويشوفوا يقدر يعملوا ايه. ياخد ديت اكويتي سوابس، في حاجات تقدر تعمل في الحاجات دي كتير جدا. فكريدت از يوجوالي اكستندد بالطريقه دي. الكونسيومر كريدت اللي هو الكريدت كارد بتاعي انا رايح اشتري وبتاع لا طب انا عايز اصرف اروح في الفور سيزونز واعزم 200 واحد واصرف مش عارف كام، طيب فاين مفروض ان انا اقدر اسدد ده، والبنك مش هيديني على على الكريدت كارد الا ليميت تقريبا له علاقه بالانكم وبالتصورات بتاعتنا ماشيه ازاي. فالكريدت ده ريكوايرز ا فيري كيرفول رول بتاع البنك. وذات برينجز اس تو ذا بانكينج سيرفيسز. ايه شغله البنوك بقى؟ اساسا شغله البنوك از تو موبيلايز سيفنجز وتو ادفانس كريدت. شغلتهم فاينانشال انترميديشن. شغله البنك انه يقول طيب الادخارات بتاعتكم هاتوها عندي وانا هديكم 5% وهسلف مجموعه قروض ب 7%. وقت ما تعوزوا الفلوس بتاعتكم هتبقى موجوده، زي ما قلت لك فلوس في البنك. ليه؟ البنك بيبقى مضمون. عشان البنك انضمن زمان ما كانش مضمون، في الثلاثينات حصل بنك فيليرز كبيره قوي. في الثلاثينات من القرن الماضي حصل بنك فيليرز كبيره جدا، ومن بعدها عملوا الفيدرال ديبوزيت انشورنس كوربوريشن في امريكا، وبقيت العالم مشي على هذا النظام بعد الحرب العالميه الثانيه، ان هو ضمانات لنسبه معينه من الديبوزيتس. اغلب الدول المتقدمه عندها النسب دي موجوده باستثناء استراليا. انما كندا وفرنسا والمانيا والنرويج والسويد وانجلترا وامريكا كلهم عندهم الستر. في امريكا الليميت از $100,000. عندك حساب مليون في البنك والبنك افلس، طفلك الحكومه هتضمن لك 100,000. والفكره فيها كانت عشان اللي بيحصل في الظروف اللي زي دي، طبعا الناس الاغنياء هم اللي بيلعبوا في الحاجات دي كتير وبياكلوا فلوس الفقراء، والفقراء هم اللي في الاخر مش لاقين الفلوس اللي حطوها. فالحكومه قالت طيب احنا هنضمن لغايه 100,000، وي بروفايد جفرمنت جارانتي فور ذات، اتس ديبوزيت انشورنس. فده عشان السيفنجز، الناس تحط سيفنجز ويبقى ادفانس كريدت. فالبنوك بتعمل انترميديشن ده. هي البنوك هي اللي بتقيم المشروعات بتاع 6 اكتوبر او بتاع الجونه او بتاع وات ايفر ات از، مشروع صناعي او الى اخره. البنوك هي اللي المفروض بتدي تمويل اللي عايز يشتري بيت واللي عايز يشتري عربيه واللي عايز يشتري حاجات، وكمان بتدي كريدت كاردز اللي عايز يصرف كونسامشن. ايوه انت عايز تصرف كونسامشن. ايوه شكلك لا 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 اللي ما بشجع اصلا مش بضحك على الناس. انا بقول للناس انا مستعد اديكم كذا عشان تحطوا عندي. الفكره الاساسيه الناس تحط عندي هي الضمان بتاع البنك. يعني ما الواحد هيشيل فلوس يحطها في جيبه ممكن تتسرق منه، وطبعا بعد شويه فيزيكلي ات بيكمز دينجرس تو كاري ذات ماتش كاش اراوند. اف يو ونت تو كاري كاش هتحطيه عندك في البيت، ممكن يخش عليه حد ياخد 100,000 جنيه من عندك، فبحطه في البنك. فالبنك يقول لك طيب مقابل انك انت تديني الفلوس دي انا هديكي فايده. الفايده دي ممكن تبقى على حسب بقى، لو حخليتها في حساب جاري بيديني زيرو، لو حساب ديبوزيت سيرتيفيكت بيديني نسبه معينه، لو ربطتها معاه لمده 10 سنين هيديني نسبه اعلى. هو بيحسب نسبته دي بالنسبه للي هو متوقع انه ياخده في السوق. لا سعر فعلا تو انجكت ليكويديتي. ده هنوصل لقضيه الليكويديتي كمان شويه، انما الاساس دلوقتي ان يعني البنك بتعمله فاينانشال انترميديشن. الديبوزيت مثلا هيديك 5% عليه، يبقى هيسلف 7%، وال 2% دول هيغطوا المصاريف بتاعته، مصاريف البنك نفسه، ان يبقى له مبنى وله اماكن وله فروع وله موظفين وكل الحاجات دي، زائد ربح. فلازم يبقى ياخد الربح ده. وإت أدفانسز كريدت. نتيجة للحكاية دي إن إفكت حجم الكريدت اللي بيقدمه البنك أكتر بكتير من الأكتوال اللي عنده. وما بيحتفظش بالنسبة المالية اللي موجودة، بحيث لو كل الناس راحت طلبت فلوسها من البنك في نفس اليوم
البنك هينهار. مفيش بنك بيحتفظ، طبعا ما يقدرش يحتفظ بهذا الكم من الفلوس اون كول. والكم بتاع التعامل اللي ماشي رايح جاي ده، ده اللي بنسميه السيولة او الليكويديتي. الليكويديتي بقى دي بتزيد باني اطبع فلوس زيادة، تخلي ايزي ماني لو في مور ماني، اني اكستند كريديت، وتو اكستند كريديت اي ريديوس انترست ريتس. ده هنخش في المونيتري بوليسي هنا بقى. مهم يعني التشبيه اللي عايز اقول لكم عليه، ان فعلا الفاينانشال سيستم والبانكينج سيرفيسز اللي ماشيه معاها دي كلها، بالنسبه للريل ايكونومي، الايكونومي بتاع الزراعه والمصانع والبضاعه والشراء والحاجات دي، ذا ريل ايكونومي از لايك بلاد سيركيليشن او ريسبيريشن فور ذا هيومن بودي. اذا وقفت يو داي. ده الازمه اللي احنا فيه دلوقتي. السيركيليشن ده بيتحسر، او واحد كده بدا يختنق مش قادر يتنفس. Most of the time, just like our blood circulation and our respiration, ما بنفكرش فيها. Most of the time, we take it for granted. يعني I'm walking about, I'm not wondering, I wonder how well my circulation is doing. ما حدش هيمنع عني الهواء. لا، ما بفكرش هذا التفكير. I go about my business. وموست اوف ذا تايم بيبل ار نوت لوكينج على اللي بيحصل في البانكينج والفاينانشال سيرفيسز، بيعتبروا ان دي كده زي البلاد سيركيليشن، زي الهواء، تيكن فور جرانتد انها موجوده. ومره واحده لما تبدا تتعثر، زي الواحد يجي له جلطه او واحد يختنق، مره واحده يبتدي بقى تأزم الامور. ده اللي احنا بدانا يحصل لنا دلوقتي. فالدوره اللي انتوا شفتوها الكبيره دي اللي عملناها، اللي بدانا من الجروس دوميستيك، كل ده شغال. اللي بيشغله ده هو الفاينانشال سيستم والبانكينج، اللي هو الماني اند بانكينج. Without it you go back to the barter economy. يعني it is so central to any modern economic concept ان يبقى فيه ماني اند بانكينج، ان في وحده تعامل، ان في كليرنج هاوسز، وفي كريدت، وان الحاجات دي شغاله، ان ما حدش بيفكر فيها. انما لو وقفت هنرجع تاني للصوره الاولانيه خالص، هي البارتر ايكونومي، لان هنحتاج ان حد يخترع فلوس. وهل ده بيحصل؟ اه بيحصل. في بقى حاجه تانية اسمها كابيتال ماركتس، اللي هي بنبيع فيها سيكيورتيز اللي هي اسهم، او سندات بوندز عشان كريدت، او بناخد لونز. فاينانشال كريدت، فاينانشال سيركتس دي هنتكلم عنها الكابيتال ماركتس بعد كده تاني. طيب بقى ايه اللي بيشرف على الحكايه دي؟ قلنا البنك المركزي، والدوله لها سياسه غير السياسه الاقتصاديه اللي هي السياسه الماليه. السياسه الماليه بقى بتبص على ايه؟ اول حاجه بتبص على كريدت، الاماونت اوف كريدت اللي موجود في الدوله، وبتاثر عليه ازاي؟ بالانترست ريت. البنك المركزي بيدي انترست ريت للبنوك، بيسمح لهم باستمرار السيوله بتاعتهم على نسبه معينه، ده بيبقى البوتوم ريت بتاع الاقتصاد في الدوله دي. بعد كده كل حاجه بتبقى اعلى منه، لان اي واحد هيتعامل، لو البنك المركزي قال 4% يبقى بعد كده انا هستلف من البنك المركزي ب4 وهسلف ب5، وواحد تاني هيستلف مني ب5 هسلف ب6 وهكذا. فالبنك المركزي لو رفع الريت ده بيرفع كل الانترست ريتس بتاعت الدوله كلها. لما يحب يساعد يقدر ينزل الانترست ريت. وفي الماني سبلاي. شكرا. بس انا كنت سهران كتير امبارح. في الماني سبلاي، الماني سبلاي اللي هو كم الفلوس المطبوعه اللي هي ان سيركيليشن. The more there is, the less I need in credit. ليه؟ حد يقدر يقول لي ليه؟ آه لا انا ما لا السيوله كومباينز بوث كريدت وال، انما لان ان افكت الكومبينيشن اوف كريدت اند ماني اند كاش توجذر كونستيتيوت ذا اماونت اوف اير اور بلاد ذات يو ار سيركيليتنج. الاثنين سوا، لان في جزء كبير كاشلس
جزء كبير من العلاقات اللي بنعملها دلوقتي كلها على الورق، ما بنشوفش الكاش ده خالص. ففي هذا الجزء لازم يتحسب مع الجزء ده. وعلى فكره ده بقى اللي ما اتحسبش في الازمه اللي احنا فيها، هنجيب هو جزء اللي ملوش دعوه بالكاش ده، هنتكلم عنه بعد شويه. يا شريف لا لا معلش، لا اسأل عشان بعد كده لما نخش في الازمه، الازمه فيها تعقيدات بقى، بس لازم الاساسيات تبقى مفهومه. وزيادات المرتبات من 10-15% مثلا. فهل معنى كده ان الفلوس بتاعت الناس اللي في الجنوب بتنزل الفرق ما بين زياده المرتبات والتضخم، ولا بيحصل فيها ايه قيمتها؟ لا قيمتها بيبقى بتنزل قيمتها بالفرق ما بين اللي بيديهولك البنك والتضخم. لو البنك بيديك 5% يبقى من 5 ل 23 مثلا 18%، يبقى قيمتها بتقل 18%. طبعا ممكن تقول طب ويحصل ايه لو الدوله راحت مزوده كل المرتبات بنفس القيمه؟ لو زودت كل المرتبات بنفس قيمه الانفليشن، لو الانفليشن يعني if it is not in an inflationary pressure ممكن يتعمل. لما لو كان الانفليشن بيعلى you shouldn't do that، والا هتخش في سايكل. السايكل ده شفناه في البرازيل، شفناه في الارجنتين، شفناه في حتت كتيره جدا، ان التضخم بيزيد جدا. يعني هديك 18% او 20% النهارده، بعد 6 شهور هتلاقي التضخم اكلهم وزود عليهم كمان 20%، هرفع لك المرتبات تاني، هتلاقي التضخم زاد زياده ونسبه التضخم بتزيد وتزيد وتزيد وتزيد، لان ما بعملش كرتيلمنت للديماند. يعني النظريه يقول لك طيب عشان الاسعار بتزيد، الاسعار معناتها ايه لما الاسعار بتزيد؟ يعني الطلب، نرجع تاني للتو كيرفز، الديماند اكسيدز السبلاي. فمن ناحيه اقدر اغرق السوق ببضاعه زي ما بيعملوا مثلا بالنسبه للاكل او بالنسبه للعيش او بالنسبه لحاجه زي كده، increase the supply و control the demand و control the demand by controlling disposable income. فبحيث انك انت بتحاول ترجع الايكوليبريم بوينت. لو انت مجرد مشيت معاها هتلاقي الانفجار اللي حصل وشفناه زي ما حصل في كذا دوله. طبعا الاكستريم كيس كان بتاع المانيا سنه 23. فبقى كنترول الكريدت بالانترست ريت وفي الماني سبلاي. في بقى لان جزء كبير ما فيش دوله بتبقى قاعده في حدودها فقط، وفي علاقات كبيره في التجاره الخارجيه، عندي الاكستشينج ريت او سعر الصرف ده مهم جدا. والحفاظ على قوة العملة تجاه العملات الأخرى ده جزء من دور البنك المركزي والسياسة النقدية بتاعت الدولة. يعني عايزين الجنيه أو مثلا الأمريكان كانوا عايزين الدولار يضعف قصاد اليورو، فخلوا الدولار يضعف قصاد اليورو فترة من الزمن عشان يساعد الإكسبورتس الأمريكية. وفي الفورين إكسشينج، الفوركس ده اللي هو الفورين إكسشينج ريزيرفز بصفة خاصة مهمة. إحنا في مصر الحمد لله مرينا بفترة سيئة جدا وكلنا نفتكرها، لما ما كانش في عملة تقول أنا عايز أدفع المقاول بالدولارات أدي فلوس بالجنيه المصري. طيب عايزين نحولها عشان ندفع المقاول، ما فيش. كلنا عارفين إن كان بنيجي فترة الحج تلاقي سعر الدولار بيرتفع لأن الناس عايزة تحول في السوق. في الفترة الأخيرة حصل ستابيلايزيشن للفورين اكسشينج بتاعنا وزادت الماكرو بوليسي بتاعتنا كويسة. فدول الاكسشينج ريت والفورين اكسشينج دول مهمين قوي عشان كل الانترناشونال تريد اللي هو بنصفيه. رديت على السؤال بتاعك المره اللي فاتت، قلت لك ان هو زي كده عمود حسابات بتصفي الخارج واللي داخل. انما ما دام بتتعامل مع دول ثانيه بقى بتتعامل بعملات ثانيه، فالاكسشينج ريت ده اصبح مهم. البانكينج سيستم بقى بقدر امسكه ازاي؟ بعمل اوفرسايت طبعا عليه، I control the amount of money supply, I control the interest rate. إنما عندي حاجة اسمها required reserves ratio. يعني بقول للبنك، وده بالأمر بقى عشان تاخد رخصة تفتح بنك، البنك المركزي هيقول لك لازم تحتفظ بنسبة reserves معينة. نسبة الريزيرفز دي بقى على حسب الدول بتبقى مختلفة. لو البنك حب بقى يفرمل البنوك، عمالة تسلف كتير عايز يفرملها، يروح رافع الريكوايرد ريزيرف ريشيو. على طول المالتي بلاير افكت بتاعه بيبقى تقريبا 10 اضعاف. يعني الريكوايرد ريزيرف ريشيو ده يعني السلاح زي القنبله الذريه، يعني ما بيستعملوهوش البنك المركزي الا في الحاجات الصعبه.
في الكابيتاليزيشن، يعني بيقولوا البنوك تقدر تسلف قد ايه قصاد راس مالك قد ايه، النسبه الديت اكويتي ريشيو دي برضو بيحكمها البنك المركزي. وبعدين في اوفر سايت بقى، شغلته ان هو يراجع بقى ويراقب، شغلته انه يراقب ان المؤسسات الماليه بتشتغل مظبوط. فالسنترال بانك ريسبونسبل تو مينتين ذا ستابيليتي اوف ذا ناشونال كرنسي اند ذا ماني سبلاي، كنترولينج السبسيدايزد لون انترست بانه يقل، يتاكد ان الانترست ريتس بتبقى ماشيه مظبوط، وهو نفسه لندر اوف لاست ريزورت للبنوك. يعني لما يبقى البنك عندي متعسر عايز فلوس يروح فين؟ يروح البنك المركزي. بس فده جزء من التصور الموجود. وتو انشور البانكس اند اذر فاينانشال انستتيوشنز، نقطه مهمه قوي، اذر فاينانشال انستتيوشنز دي هي اللي هترجع في الازمه الكبيره، لان مش البنوك، هي حاجات تانية خلقوها خارج نطاق الرقابه بتاعت البنوك المركزيه اللي حصل فيها الحاجات اللي حصلت دي. ودي الانسترومنتس. البنك المركزي عنده انسترومنت تاني غير البيزك انترست ريت والريكوايرد ريزيرفز ريشيو، وهو اوبن ماركت اوبريشنز. يعني بمعنى ايه؟ ان هو ممكن يخش وياخد يشتري سندات حكومه ويبيع سندات حكومه، وبالتالي يغير السعر الرئيسي بتاع اذونات الخزانه. بس دي معلش دي نقطه تكنيكال مش هنخش فيها دلوقتي. اي نظام اقتصادي، وانا هوزع عليكم بعد النهارده هوزع لكم مقاله كتبتها من 10 سنين كنت قلقان من اللاك اوف ريجوليشن اللي هو شايفينه دلوقتي بيحصل. فاينانشال ريجوليشنز دي they are forms of supervision which subject financial institutions to requirements, restrictions and guidelines. الفكره الاساسيه فيها ان احنا نحمي الانتجريتي بتاعت الفاينانشال سيستم، لان كل الترانزاكشنز دي مبنيه على الثقه بتاعتنا. يعني كل واحد فينا عنده ثقه، بيحط فلوسه في البنك مش هتختفي، يوم ما هتعوز تطلبها هتلاقيها. لما انت بتروح بـ 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 بتشتري سندات من حته والسندات دي عليها ضمان حكومي، يبقى المفروض انها تبقى هتتسدد وهكذا. يعني في توقعاتك ان المؤسسات بتشتغل، ده جزء مهم جدا. زي ما بقول ان احنا كده توقعاتنا ان الدم عمال بيسري في شراييننا وان الهواء بنتنفسه، توقع استمراريه هذا ده جزء اساسي من استمرار العمل الاقتصادي كله. فالنقطه اللي الناس ما تعرفهاش بقى ان it may be handled by either a government or a non-government organization، ممكن قطاع خاص بيقوم بدي. يعني البورصه مثلا بتقوم بجزء من هذا لضمان الفرودولنت اكتيفيتيز بالنسبه للاسهم اللي تبقى ليستد عندها. البورصه دي ممكن تبقى لقطاع خاص، مش ضروري تبقى قطاع عام، مش ضروري تبقى تبع الحكومه، تبقى اندر ذا جنرال اوفر سايت بتاع الحكومه، بس بيقوم بحاجه ثانيه. مين اللي بيعمل السوبرفيجن بقى؟ البنك المركزي اساسا بيراجع البنوك والماني سبلاي. البورصه عندها حاجات ثانيه زي سكيورتيز اند اكسشينج كوميشن هي اللي بتراجع البورصه. طبعا البنك المركزي مش ممكن هيقعد بقى يبص على الشركات والليستنج بتاع الشركات ومين بيبيع اسهم بتاعت ايه ومش عارف ايه، مش هيخلص بقى. ففي مؤسسات اخرى بتشرف على الحاجات ده. في الريتنج ايجنسيز، الريتنج ايجنسيز بتلعب دور مهم جدا. الريتنج ايجنسيز دي مؤسسات اكتسبت خبره او مكانه في السوق من 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 دقه تحليلها، وبتحلل كل الشركات وبتديهم كريدت ريتنج، تقول الريتنج الشركه دي تريبل اي، ده مضمونه 100 100، الشركه دي مضمونه اقل وده ريسكي 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 ريسكير، وبتحط ريسك. كل ما الريتنج ايجنسي لو بصت لشركه شريف محي الدين قال لها الشركه مش مداره كويس، نزلناها بي ماينس ريتنج، شريف يجي يستلف في السوق لازم يدفع 14%. دكتور يحيى فيري برودنت وبيدير العمليه بتاعته كويس، مدينه تريبل اي، ينزل ياخد 5%. السبعه او التسعه في الميه الفرق دي ايه؟ ده الريسك بريميوم. مين اللي بيحدد الريسك؟ الريتنج ايجنسيز. فالريتنج ايجنسيز بلاي ا بيج رول، موديز وستاندرد اند بورز والجماعه دول من الفيري انفلونشال انستتيوشنز، وبيقيموا الدول، مش بس بيقيموا المؤسسات والبنوك والى اخره، بيقيموا الدول. يعني يقول لك الدات بتاعت المكسيك تسوى كذا، والدات بتاعت الارجنتين تسوى كذا، والدات بتاعت الدوله الفلانيه تسوى كذا، فبيقيموا الريتنج ايجنسي. وفي الاوديت انستتيوشنز اللي بتضع القواعد الماليه اللي لازم المؤسسات تلتزم بيها في ايه اللي يظهر على البالانس شيت بتاعها وايه اللي ما يظهرش
على البالانس شيت بتاعها. ودي نقطه مهمه جدا. وزي ما شفنا تفتكروا الازمه الكبيره بتاعت انرون اللي ضيعت 160 مليار دولار ومن 10 سنين كده، انرون كانت بتعمل استثمارات اوف بالانس شيت، وبعدها حصل تعديلات في الاوديت ريجوليشنز الى اخره. فدي كلها من السوبرفايزري بوديز اللي بتلعب دور. البنك المركزي ما هوش الوحيد، وانما هو الاساسي، انما ما هوش الوحيد اللي بيلعب دور رقابي في الدوله. طب اذا جينا بقى نضع السياسه الاقتصاديه، السياسه الماليه، السياسه الاقتصاديه بدور على ايه؟ عايز نمو، I want my economy to grow، عايز price stability مش عايز تضخم والاسعار تزيد، بدور على زياده العماله. دي كلها اهداف بقى للسياسه الاقتصاديه. الاكسشينج ريت يبقى stabilized، بدور على الانكم ديستريبيوشن، مش عايز الفقر والغنى يحصل لهم polarization في المجتمع، عايز ازود الريزيرفز بتاعت البلد عشان يوم ما يحصل شوك في اسعار البترول او اسعار الغذاء اقدر عندي ريزيرفز تحميني لكذا شهر امبورتس. كل دي اهداف مشروعه للسياسه الاقتصاديه. واديكم مثال ان مثلا لو بصينا من الناحيه دي على معدلات النمو جي دي بي بير بيرسون بير يير، ودي دول مختلفه، وهنا معدلات الانخفاض في الفقر، هنلاقي ان في فروقات كبيره جدا. اذا ما هياش مجرد الجروث لوحده هو اللي بيحدد كل حاجه. جروث از وان اوبجكتيف of economic policy, it is not the only objective. It's an important objective, but it's not the only one. عندي الماكرو بوليسي بقى اللي احنا عملناها في مصر وعملناها كويس، هي عملناها كويس جدا يعني الفتره الاخيره، اللي مسمينها ماكرو ايكونوميك بوليسي اللي هي بوث مونيتري اند فيسكال، اتعملت كويس قوي. فترتب على كده ان في تحسن كبير في معدلات النمو، تحسن في ستابيلايزيشن في الاكسشينج ريت، زادت الريزيرفز بتاعتنا جدا، دخل انفستمنتس كتيره من بره، كل الحاجات دي حصلت. بس ما هياش سفيشنت. اتس نيسيسري بات نوت سفيشنت. السيكتورال بوليسيز بيحصل ايه في التعليم؟ بيحصل ايه في الصحه؟ بيحصل ايه في الزراعه؟ بيحصل ايه في المواصلات؟ كل السيكتورال بوليسيز دي لازم مهمه جدا. وبعدين الماني اند كريدت موجود ولا مش موجود؟ وبعدين ده طبعا بيؤدي الى ريل ايكونومي. ريل ايكونومي فيها حاجات اسمها تريدبلز اند نون تريدبلز مش هخش فيها دلوقتي، والبابليك جودز اند برايفت جودز الاثنين هاف تو بي لوكت ات، مش كل حاجه تترك للقطاع الخاص. ايوه يا شريف. احنا عندنا وزاره صناعه وتجاره، وزاره استثمار، وزاره ماليه، وبنك مركزي. يعني انا شخصيا مش فاهم بالظبط حدود كل واحده فيهم. لا، وزاره الصناعه وطبعا بتشجع الصناعات اللي انها تستثمر في البلد، وانها بتبص على التجاره الخارجيه بصفه خاصه، لان عايزين المنتجات المصريه تقدر تخش الاسواق الخارجيه، والمنتجات الثانيه لما تجي لنا عندنا يبقى التعريبه الجمركيه ماشيه مع يعني تساعدني واساعدك، يبقى ده جزء من مسؤوليه رشيد ان هو بيتفاوض في الحاجات دي. احنا عندنا وزاره الاستثمار لان عندنا بقايا كبيره ما زالت موجوده من القطاع العام، والقطاع العام ده جزء منه كان مبني ايام الاقتصاد الاشتراكي اللي اتبنى في الستينات، وترتب على كده ان في جزء كبير من هذا القطاع بيخش او عمليه خصخصه زي ما بيسموها او استثمارات جديده، وبيحصل دمج وبيحصل حاجات مختلفه في الحاجات دي، ولذلك ليها وزاره بتقوم بهذا الدور. الوزارتين الاساسيتين اللي موجودين في كل دوله هتلاقيهم هو دايما وزاره الماليه والبنك المركزي، دول لازم يقوموا بدور مع بعض. واحد مسؤول عن السياسه الاقتصاديه اللي هي الضرائب والصرف الحكومي والسلفيات الحكومية، والتاني مسؤول عن المراقبة المالية والنظام المالي، ولازم الاثنين يمشوا مع بعض. لما بيشدوش مع بعض تحصل أزمة بقى. كويس. فلما نتكلم على السياسة الاجتماعية هي غير السياسة الاقتصادية، يعني it's not the same as the social impacts of economic policy. للأسف الناس تقول السياسة الاجتماعية هي عبارة عن التأثير الاجتماعي للسياسات الاقتصادية، ده غير صحيح. يعني في ساوند سوشيال بوليسيز هيبقى لها عندها بنفيشال امباكت كمان، يعني زي ايه مثلا؟ الحفاظ على السوشيال كوهيجن بتاعت الدوله، بتاع المجتمع. ده هدف اجتماعي ما هوش هدف اقتصادي. انما في حاله عدم وجوده، في حاله ان في طوائف بتتحارب مع بعضها وتتصارع مع بعضها زي ما بنشوف في لبنان او دارفور او غيره، بيأثر على الاقتصاد.
في عايز سوشيال موبيليتي، عايز الناس تبقى عندها جيوغرافيك موبيليتي وسوشيال موبيليتي، ده تغيره من اوكيبيشن لاوكيبيشن، يتعلموا يتحسنوا. عايز تو ريديوس انكم انيكواليتي، ده هدف اجتماعي مش هدف اقتصادي. تو بروموت جندر ايكواليتي، ادور على الفيري بور اللي هم ما بيتاثروش بالماركت، ادور على الهويه الثقافيه. فكل دي اهداف لسياسه اجتماعيه بيبقى لها تبعات على السياسه الاقتصاديه، انما ما هياش مجرد سياسه اقتصاديه. واهم حاجه بالنسبه لنا في مصر ودول كثيره جدا اللي هي طبعا العماله، ان البطاله، مشكله البطاله دايما بتبقى كبيره جدا، وده بيحتاج بقى ان احنا نبص في الليبر لوز والكريدت والليجاليزيشن والريجستريشن اوف ستارت ابس والانكيوبيترز وفينشر كابيتال. في حاجات كثيره جدا بتخش في السياسه دي انستتيوشنال بالاضافه للسياسه الاقتصاديه. وفي بقى انسنتيفز، بس خد بالك كل الانسنتيفز ما هياش انسنتيفز فيسكال بس، في مثلا حاجات كتيره، تريننج تايد تو جوبز، ميلتري سيرفيس مربوط ب بوسيبيليتي اوف امبلويمنت، حاجات كتيره بتحصل بالشكل ده. بالنسبه للشباب بالذات بيمروا بكريتيكال ترانزيشنز، بمعنى ايه؟ التقرير الاخير حتى بتاع البنك الدولي على الاوضاع العالميه مركز على يوث امبلويمنت، قال ان الاديوكيشن، قرار الشباب انه يقعد وياخد تعليم افضل، ده قرار مهم جدا. الدروب اوتس من المدارس بيبقى عندهم مشكله كبيره جدا بعد كده انهم يلاقوا اي وظيفه في عالم متغير جدا، يعني الواحد ما بيعرفش يخلق لهم وظائف ازاي عشان تمتصهم اذا ما خدوش تعليم كافي. الترانزيشن انتو ذا ليبر فورس، عشان يخش اول مره الليبر فورس، دخول الشباب في اول وظيفه بيبقى صعب في اغلب المجتمعات، وفي مجتمعات كتير عامله سياسه خاصه عشان تسهل الحكايه دي. في الفترة دي الشباب بياخدوا قرارات هامة بالنسبة لحياتهم، وبالذات لأن طبعا بيبقوا بيتخلصوا من الرقابة بتاعت الأهالي إلى حد كبير، وبالتالي القرارات دي بتقعد معاهم بالنسبة للصحة وبالنسبة لعلاقاتهم الأخرى، وبيبتدوا يكونوا عائلات في العشرينات، وبعدين بيكم افكتيف سيتيزن، بيطلعوا من التلمذة إلى المجتمع. الخمس نقلات دول مع بعض بيأثروا في دخولهم في العمالة، وبالتالي قضية العمالة بتاعت الشباب عايزة عناية خاصة، ولذلك احنا بدأناها في اسكندرية سنة 2002، وكنا لسه في أذربيجان دلوقتي فيها وبنعمل حاجات تانية منها. فاليوث امبلويمنت ده مهم جدا، لأن الانيمبلويمنت اوف يوث بيؤدي إلى سوشيال باثولوجيز وحشة جدا. نوت أونلي يعني بقى في ويست تالنت، إنما كمان في دريمز هي بتضيع كتير جدا. ودي عايزة إن احنا نبص على الأوبورتيونيتيز أفيلبل تو يوث والكيبابيلتيز بتاعتهم، واساسا في دول كتيره جدا بنراجع حكايه السكند شانسز، يعني اللي تسرب من المدرسه الثانويه هل له وسيله انه يرجع تاني الى انه يكون مهارات تقدر تدخله السوق، سكند شانسز. فدي سياسات مهمه يعني. كل السياسات دي بتخش تحت المنظومه العامه بتاع التنميه الاقتصاديه، ولكن ما هياش داخله ولا في الجزء المالي ولا في الجزء الاقتصادي البيور يعني. فيبقى فيها to increase their assets, return to labor, etc. طب الايكونوميك بوليسي بقى عندنا ايه؟ عندنا اهم حاجه الباترن اوف بابليك سبيندنج، بنصرف قد ايه؟ يعني انا لما الاقي في مصر ان احنا بنصرف على الدعم ضعف اللي احنا بنصرفه على التعليم والصحه كومبايند، لا الواحد هيتسال في something is wrong، يعني مش ممكن يبقى كده. نسبه الانفستمنت، وعندنا شوف الانفراستراكشر بتاعتنا متهالكه وعايزين قطارات جديده وعايزين طرق جديده وعايزين حاجات كتيره جدا ومجاري وميه وحاجات كتيره جدا، الشبكات دي كلها عايزه انفستمنت ضخم جدا. لما نشوف الانفستمنت از اوبوز تو كونسامشن اند ويجز، الباترن اوف سبيندنج ده اللي هو الجي اند اي اند سي اللي كان بتكون الجروس ناشونال برودكت، الجزء الجي ده اللي هو اهم حاجه تبقى في ايد الحكومه لما بتقرر صرف بتاعها قد ايه. الانفستمنت والكونسامشن طبعا ده جزء منه التشجيع اللي بنديه للناس، انما في النهايه بيبقى الناس هم اللي بيعملوا الانفستمنت والكونسامشن. السبسيديز اللي هي الدعم، ودي مهمه جدا، ترانسفير بيمنتس ار يوجوالي بيتر ذان دايركت سبسيديز. الضرايب، لان الضرايب مش بس بتبقى دخل الحكومه، الضرايب اساسا بتغير البيهيفير بتاعك. اذا انت قلت لك ان القطاع ده لو استثمرت فيه هديك تاكس هوليدي ل 10 سنين، والقطاع ده اذا استثمرت فيه مش هديك ولا مليم تاكس هوليدي، هتروح للتاكس هوليدي، ما هو يعني ده واضح. فانت التاكسز بتقوم بدور اكتر من مجرد
الريع اللي بيخش الحكومه بيبقى فيها دور كبير جدا في الحكايه دي. وبعدين الحكومه ممكن انها تعمل ديفيسيت او سيربلس. طبعا احنا عندنا عايزين نقلل الديفيسيت، لسه ما وصلناش لحكايه السيربلسز دي. انما بليف ات اور نوت، رغم ان اكثر دوله مدينه في العالم النهارده امريكا، على نهايه حكم بيل كلينتون اخر سنتين كان عندهم سيربلس. They were running a surplus. They were not running. جورج بوش هو اللي رجعها تاني into a huge deficit. بس القرار ان اعمل deficit واستلف من بره ولا استلف من جوه، دي من القرارات الحكوميه اللي بتاثر. ايه الضرايب؟ ودي بالنسبه لمصر مهمه جدا. الضرايب في منظومه للضرايب. يوجوالي الضرايب مكونه من خمس اجزاء اللي هي قدامكم دي. ضرايب الدخل العام، التعريفه الجمركيه، ضرائب العقار او البروبرتي تاكس، ترانزاكشن تاكسز بانواعها. يعني احنا عندنا ضريبه مبيعات في دول اوروبا كتير، في الفات فاليو ادد تاكس سلايتلي ديفرنت، بس كلها ترانزاكشن تاكسز، يعني انواع من ترانزاكشن تاكسز. وبعدين اخر حاجه اللي هي كابيتال جينز تاكس اللي هو على ارباح البورصه مثلا، او اللي باخده كديفيدنت من الشركات. الخمس انواع من الضرائب لازم المنظومه بتاعتهم والنسب بتاعتهم والاتجاه التشجيعي اللي بيدوه والاتجاه اللي هو غير تشجيعي لحاجات معينه يبقوا ماشيين مع بعض. ما ينفعش ان انا بحاول اشجع حاجه بضرائب معينه وبعدين بهدمها من ناحيه ثانيه بضرائب اخرى بتاثر عليها. كذلك البوروينج، انا عندي بدفع، الحكومه مستلفه فلوس كتير من بره ومن جوه، الحمد لله من بره عندنا نسبه قليله نسبيا، بس الانترست اللي بندفعه على السلفيات الداخليه بتاعت الحكومه عالي جدا، تقريبا يعادل ربع الميزانيه. فمعناتها ان انا لو ناس تقول طب تصرف زياده، طب ما هصرف زياده منين؟ هطبع فلوس هيحصل لي هايبر انفليشن، لو ما طبعتش فلوس هستلف منين؟ لو اكتر من الدخل بتاعي هستلف منين؟ هستلف اما من الداخل او من الخارج، يبقى هزود النسبه لازم ادفعها. يبقى السنه الجايه هيبقى الجزء اللي رايح لخدمه الدين هيبقى اكبر، فهيبقى برضو الجزء اللي عندي في الميزانيه عشان اصرفه على الصحه والتعليم والسيكتورز بتاعت الانفراستراكشر هيبقى اقل. نوع الديت على المدى البعيد از اوبوز، يعني في فرق بين ناخد اذونات الخزانه كوزير ماليه اخد منها خزانه، ولا بستلف على 30 سنه بنص في المية، فرق كبير. وفي بقى بريفيرد كريديترز اللي هم لازم تدفعهم زي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى اخره. في مؤسسات تانية ما اتكلمناش عنها اللي هي الضمان الاجتماعي ومؤسسات الانشورنس. الانشورنس دي مهمه جدا ولعبت دور كبير في الازمه اللي احنا بنعيشها النهارده، لانها الرقابه بتاعتها خارج البنك المركزي يوجوالي. يعني يوجد في كوميشنز اوف انشورنس في اغلب الدول، مش البنك المركزي اللي بيراجع نشاطات المؤسسات الانشورنس، وهو لها نظام عقاري وهي المفروض انها شركات قطاع خاص، ولكنها لانها اصبحت فيري بيج انفسترز ولعبت دور في الهيدج فاندز اللي هنتكلم عنه دلوقتي تلعب دور. البنشن فاندز لان في دول معينه زي انجلترا وامريكا هي قطاع خاص اصبحت فيري ميجر انفستر وعندها فلوس كتير جدا وبتحطها اللي هي فلوس الناس بتاعت التقاعد بتاعها. ولكن بقى الازمه اللي بتحصل طبعا لما يلاقوا مره واحده كل الحاجات دي اختفت، الناس اللي اشتغلت 30 سنه وجايه تيجي تتقاعد دلوقتي تلاقي مره واحده مفيش بنشن فاند، اختفت كل اللي حصل ده بيأثر على الحاجات دي كلها. فدي اذر اوبليجيشنز موجوده. تريد اتكلمنا عنه مش هنتكلم عنه، دي المونيتري بوليسي تاني تذكرنا لازم تمشي معاه، وان الماني اند بانكينج هم اللي اتكلمنا عنهم. What we need is a wise balance between regulation and encouraging private initiative. عايزين regulation to make a competitive market, but not too much regulation بحيث ان احنا نعقد الناس لدرجة ان محدش يقدر ياخد تصريح لأي حاجة بياخد سنوات وحاجات زي كده. ففي concern with business cycles. الانتي-recession لما تبقى الأمور نازلة, easy money and credit, tax cuts, increased government spending. لما تبقى في بريشر على الانفليشن المفروض تايت ماني هاير تاكسز بادجت سيربلس. يعني ده بتبسيط شديد جدا يعني، انما عامه عشان الحكومه تلعب دور انها تقلل السيكليكال بيهيفير
دي الادوات اللي بتستعملها في المونيتري اند فيسكال بوليسي. فالموني بانكينج اند فاينانس اتكلمنا عنه. The lessons of the past are clearly do not print money. فاكرين الصور دي؟ ده اللي حصل في المانيا سنه 23، طبعوا فلوس عشان يردوا على الضغوط اللي عليهم، ترتب ان وصل الانفليشن في ظرف سنتين الى 7000 مليار في المية. وانا قلت لكم الصورة دي من واحد مارك، 10000 مارك، 100000، مليون، 5 مليون، 50 مليون، 500 مليون، بليون مارك، 10 بليون مارك طبعوه ما بين 21 و 23. سرعة التضخم ده اسوأ اكزامبل عندنا بتاع العملية دي. وقلت لكم صورة الناس الورثلس ماني اللي كانوا بيستعملوا الفلوس عشان يدفوا بيها الفرن، وكانوا بيحطوها على الحيطان كوول بيبر لانه ارخص من الوول بيبر، يعني قيمه الفلوس ما لهاش قيمه. لذلك المونيتري بوليسي از فيري امبورتنت. فريكابيتوليشن بقى، مونيتري بوليسي هنتكلم في الكريدت والانترست ريت والماني سبلاي والاكسشينج ريتس والبانكينج سيستم انكلودينج الاوفر سايت. الفيسكال بوليسيز الحكومه بتصرف على ايه؟ انفستمنت كونسامبشن، السبسيديز والتاكسز، والبوروينج والتاكسز زي ما قلنا لها خمس انواع لازم تمشي مع بعضها، والسوشيال اوبليجيشنز ثاني لازم ننظر لها، والماني اند بانكينج بيلعب دور اساسي وده الانتي سيكليكال بوليسي. از ذس اكسسيفلي ريدكشنست؟ كل ده بنرجع ثاني الى ارقام وحسابات وبتاع، والناس حياتها بتتاثر بهذا. التحليل المالي والاقتصادي بيبان انه بعيد عن يعني دي هيومانايزنج الهيومانيتي بتاعت الناس. انا بقول انه اذا نظرنا الى ريدكشنست فيو اوف ساينس ممكن نقول ان جسم الانسان ما هو الا 3 باكيتس اوف ووتر اند هاند فول اوف مينرالز هيلد توجذر باي كيميكال رياكشنز. A society in the same way is much more than the sum of its economic and financial transactions. بس ما تنسوش ان الريدكشنست فيو دي نفعتنا جدا في الطب وفي فهم الخلايا وفي تحليل حاجات كتيره جدا. وافادتنا وصحتنا اتحسنت بناء على هذا. صحيح ما خدتش بعين الاعتبار الشعر والادب والثقافه والموسيقى والانجاز بتاعنا في حاجات تانيه. فاللي هنتكلم عليه هو الجزء الريدكشنست اللي هو الجزء بتاع المال والرقابة المالية والحسابات وإيه اللي حصل فيها، ونتيجة لكده إيه اللي بيحصل في الاقتصاد العالمي كله. فنحقق هنا قبل ما نبتدي بقى على الاقتصاد العالمي، أي حد بقى عنده أي سؤال بالنسبة مش... أيوة يا رحاب. طيب استنى بس ارد على السؤال ده، لانه ما كانش سعره الحقيقي 3 جنيه، يعني 3 جنيه و40 قرش دي كان سعر كده الحكومه حطاه، انما اللي عايز ينزل في السوق ما كانش بيلاقي. ده احنا كمؤسسه حتى تابع رئيس الجمهوريه كنا بنطلب من من البنك محمد متولي، كنا بنطلب من البنك عندنا فلوس قد كده جنيهات عشان تتحول الى دولارات. مفيش يعني ايه مفيش؟ ما زي ما كنا بنقول من شويه لما الواحد بتتدخل في السعر الحقيقي بتاع الحاجه بتختفي. في سوق سوداء، اللي عايز يشتري عمله في السوق السوداء موجوده، بس مش موجوده ب 3 جنيه و40 قرش، موجوده ب 5 جنيه. فالتعويم ده كان عمليه اعتراف بالواقع وانه بديله فرصه انه يوصل تو ا نيو ايكوليبريم بوزيشن. لان لما حاولت اعمل ادمنستريتيف كنترول عليه دخل تحت الترابيزه اللي جاي من فوق الترابيزه زينا، احنا طبعا لازم نتعامل بالسعر الرسمي، مفيش عمله. انما اللي عايز عمله ويدفع 5 جنيه و6 جنيه كان هيلاقيها. ايه البالانس بين ان انا اعمل ايكونوميك دور ان ترمز اوف حاجات انا عندي
لا لا لا، الايكونوميك جروث ملوش دعوه بالخزانه. الايكونوميك جروث له دعوه بالاكتيفيتيز اللي بتحصل فعلا. يعني لا، في كم كبير جدا من النشاط حصل. المشكله الاساسيه بتاعتنا ان عندنا او مجموعه من المشاكل الاجتماعيه المتشابكه مع بعضها. عندك مجموعه كبيره من الناس ما بتنتجش تقريبا، يعني حوالي 5.8 مليون موظف حكومي بياخدوا مرتبات ما تعيشش حد، ومقابل كده ما بيشتغلوش فعلا او بيحاولوا انهم يتعايشوا بوسائل اخرى، وده شيء طبيعي في مثل هذه الظروف. من دول مثلا في مليون وشويه هم المدرسين مثلا. فانا ابص على يعني قطعا بالنسبه لحاجه بحجم مصر مثلا 2 مليون كافيين جدا كقطاع عام للخدمات اللي انا بقوم بيها في حاجات. مع تواجد هذا الكم الرهيب من العماله في الدوله، عندي عجز في الممرضات، عندي عجز في الخدمات الصحية، عندي عجز في مستوى التعليم، عندي عجز في حاجات كثيرة جدا. ليه؟ لأن في ميس ماتش ما بين المهارات بتاعت الناس والوظائف الحقيقية. والحكومة حاولت إنها تمتص هذا بصورة أخرى. الوضع النهاردة ناس كتير جدا من البيزنس وورلد طالبين من الحكومة حق انهم عايزين يستوردوا عمالة من بره. ليه؟ لانه ما بيلاقيش مستوى المهارات اللي هو عايزها في الشباب اللي طالع من الجامعه، ما عندوش هذا المستوى اللي هو عايزه. فيقول لي خليني استورد من الفلبين ومن تايلاند ومن بنجلاديش وانا هجيب انتاجيه اكبر. انما احنا بنقول لا، انا عايزين لازم ندرب. طب ده بقى جزء من أزمة التعليم عندنا، مستوى المهارات اللي موجودة، الحاجات دي كلها بتترتب عليها إن فرص العمل اللي ماشية مع هذا المستوى من النمو ما بتتحولش إلى فرص عمل إضافية للناس اللي عندنا. ففي اختناقات في السوق المصري موجودة عند بيزنس مان. لما واحد يتكلم معاهم في اختناقات حقيقية عندهم، والعمالة جزء كبير منها، لكن مش لاقي المهارات اللي أنا عايزها. ولذلك الناس اللي عندهم هذه المهارات they command a very high premium، فتلاقيهم مرة واحدة مرتباتهم ارتفعت جدا، وناس التانية في الحضيض مش لاقيين شغل ومش قادرين يعيشوا، عايشين مع أهليهم ومش قادرين و إلى آخر. فالظواهر الاجتماعية دي كلها جزء من imbalances معينة موجودة. إنما النمو الاقتصادي أساسي زي ما قلت لكم، it's a necessary but not sufficient condition. necessary but not sufficient. لو الماكرو بوليسي سيئه مفيش حاجه هتمشي خالص. ان الماكرو بوليسي لوحدها هتعمل جروث بس مش كفايه، لازم يبقى في سياسات قطاعيه، تعليم وصحه وزراعه وغيره. اوكي؟ يا زراعه. ده جزء برضه من السياسه الاجتماعيه اللي لازم تتمشى معاها. Anybody else has questions؟ ايوه. موجودة طبعا. كل توظيف الأموال ده جزء من نوعين من العمليات، إما عمليات انفستمنت عامة زي انفستمنت بورتفوليوز، أو فاندز. يعني عندك ميوتشوال فاندز أو ديفرنت سورتس موجودة في العالم كله، يقول لك اديني فلوسك وأنا هوظفها في أسهم وبتاع ومش عارف إيه وهديك ربح معين. في هيدج فاندز بتشتغل في الحاجات دي، في ناس بتشتغل في الحاجات دي، في مؤسسات. إنما الرقابة عليها أصعب، وبيترتب على كده انها في حالات كتيرة جدا بتؤدي الى انها بتعمل حاجات مش تمام. يعني مش بس عندنا، بره برضو. يعني رحاب تاني وبعدين شريفة. مش كله، انما حاجات معينة فيها. شركة النحاس بقت اللي هو خدها، سوري لما فاسكس، يعني اللي هو خدها ما خليهاش شركة زي ما هي وبنى مكانها مشاريع سكنية.
عشان القطاع الخاص أقدر بكثير جدا أنه ياخد قرارات مرتبطة بحقيقة السوق. ولكن زي ما قلت لكم في الأول ومن أول يوم، ده الكلام اللي قاله آدم سميث سنة 1775، not everything is to the private sector. في حاجات هتبقى ليه الحكومة؟ لأن الحكومة ما بتحسش، الحكومة ما تقدرش تخسر. يعني الحكومة تقدر تقعد indefinitely in a business، ناجح خسران تقدر تقعد فيه indefinitely. السوق ما بيسمحش بكده. لو انت مش قادر انك انت تنافس في السوق هتقفل، وده شيء مطلوب، التجديد المستمر مطلوب، وانا ما بيحصلش تجديد. بص يا عندك، احنا قعدنا عملنا عربيات نصر 128، 35 سنة بنعمل نصر 128 بنجمعها. شوفي شركة هيونداي ودايوو وبتاع، عملوا شركات بدأوا بالتجميع ودلوقتي بيصنعوا عربياتهم وبيبيعوها في العالم كله. اشمعنى يعني؟ لأن الناس القائمة على العملية دي جزء من المؤسسة الحكومية، مرتباتهم مضمونة، ما لهمش دعوة بالحاجات دي. النهاردة بيشتغلوا هنا، بكرة يتنقلوا على قطاع تاني في ترقية أخرى أو بتاع. الحكومة ما بتحسش بأسعار السوق زي ما الناس القطاع الخاص بيحس بيها. لأن القطاع الخاص بيضطر يدفع السبلاير بتاعه وبيبيع، وإذا خسر they go out of business. simple as that. وفي اكتيفيتيز ممكن الناس تاخد ارض مثلا كانت موجوده، وانا كنت اتخيل مثلا جزء كبير من سكه الحديد كده. يعني لو خصخص سكه الحديد في مصر، اول حاجه كنت اعملها وانا مسؤول عن سكه الحديد، في جزء كبير جدا من عقارات سكه الحديد عطلانه. بمعنى ايه؟ عندي مخازن واراضي ضخمه جدا كده مرميه، فيها دشت وفيها حاجات كتيره جدا. طب انا لو بعتها بالمزاد العنقي الاراضي دهيا وشلت الدشت منها وبعته، في ناس هتشتريه، وبعدين ناس هتبني عليه، ولما هتبني عليه هتعمل اكتيفيتيز، وفي مقاولين وفي عمال وفي ناس هتشتغل، ففي دوره اقتصاديه بتشتغل. طول ما انا حاطه كده وموقفه ما بيأثرش عليه. ليه؟ لان ده ما هوش جزء اساسي من شغلانه قطاع سكه الحديد. سكه الحديد شغلته المشي بقطرات. انما لو تشوفوا، وده بتحصل في دول كتيره جدا مش بس عندنا، ان اراضي كتيره جدا كانت تابعه للسكه الحديد وبعدين دخلت بقى مع النمو العمراني بقى لها قيمه كبيره جدا، وما زالت بتستعمل في نشاطات ما هيش اقتصاديه بمره. فالتحولات دي ده جزء من التحول الطبيعي. وبعدين احنا لازم نبطل الخوف من ان الشركات تفلس. يعني شوفوا شركات الطيران في العالم كله، سويس اير افلست، بان امريكان، تي دبليو اي، الايطاليا اهي دلوقتي داخله في العمل. ولا مين تو سي ان سو وات، ذيس از بارت اوف الناتشرال رينيوال بتاع الحاجات دي. في قطاعات جديده بانت ما كانتش موجوده قبل كده، زي كل قطاع الكمبيوترز ده كان فين من 20 سنه؟ كان في اي بي ام، كانوا بيسميهم اي بي ام اند ذا سفن دورفز، لان كان في سبع شركات قد كده واي بي ام واكله السوق كله. انما شوف النهارده كل اللي طلع جديد، مايكروسوفت واوراكل ومش عارف ايه وسان سيستمز وابل وجوجل وبتاع، كل الجماعه دول طلعوا في فتره بسيطه. فديس از توتالي نيو اكتيفيتيز، ده النشاط الحقيقي اللي موجود. وبعدين في الاخر بقى ما تنظروش نظره يعني سمبلستيك قوي. امريكا ما بتأممش حاجه، الحكومه بتخش بتدي ضمانات معينه في فترات معينه. الناس رافضه انها تدي ضمانات. فعلا طبعا الجماعه بتوع وول ستريت دول، يعني ريتشارد فولد اللي كان رئيس ليمان براذرز اللي افلست كويس، اخد تقريبا 500 مليون دولار كومبنسيشن. يعني حسبها له كريستوف في العشر سنين اللي فاتت 17,000 دولار في الساعه. فعلى رأي كريستوف لما كتب في العمود قال لهم you know what I am willing to bankrupt your company for much less. مادام هو لو كان انقذ الشركه كان يبقى فيها كلام، انما مع هذا ان وليمان براذرز من اكبر انفستمنت بانكس، عمرها 150 سنه. جابوه في الكونجرس، طبعا الكونجرس الناس بتاخد ضرائب الناس الصغيره،
فبتطلب ضرائب الناس الصغيره تروح لانقاذ الشركات دي. طب هو هيرجع الفلوس اللي اخذها دي؟ لا مش هيرجعها، حقه القانوني اخذها خلاص دي على خدمات سبقت ما حدش هيقدر يحاسبه عليها. فترتب على كده قالوا لا احنا مش عايزين نديهم سلفيات وضمانات، لازم ناخد ملكيه في الشركات ده، ولما يتحسن اوضاعها تبقى تبيعوا بقى الاسهم وتستعيدوا جزء من 700 مليار اللي طلبت دي. فدي ما نقولش بقى انهم بيأمموا وبتاع، بنرجع لسياسه عبد الناصر ونهايه الراسماليه، كل ده كلام فارغ، دي كلها حاجات بسيطه. اللي بيحصل ده على فكره، وهقول لكم بقى ده في المحاضره الجايه، جزء يعني رغم الضخامه بتاعته صغير نسبيا، رغم الضخامه بتاعته. ايوه ده. وول ستريت از اسينشال بارت، يعني زي ما بقول لك دلوقتي حصل جلطه، يعني البيشنت عنده جلطه ممكن تموت واحد، انا ممكن تتعالج، لو اتعالجت ان تايم ما تؤديش الى ازمه كبيره جدا. ما اشترطش 10، لا يعني لا، هو طبعا هيبقى في دايما نسبه معينه من الناس لها انفلونس ضخم جدا، انما اللي المفروض كان يحصل ان في بوليسي بتاعت الانتي مونوبولي، يعني مثلا رفعوا قضايا على بيل جيتس ومايكروسوفت لاستعمالهم المونوبولي باور انهم يخنقوا مثلا نتسكيب وهكذا، يعني ففي قضايا بتترفع على ناس على المونوبولي باورز بتاعتها. وفي بدايه القرن اللي فات اول ما بدات الحاجات دي كسروا التراست بتاع روكفيلر وعمل منه الخمس شركات من السبعه الكبار بتوع البترول، خمسه منهم كانوا جزء من شركه روكفيلر سنه 1911. فحصل الحاجات الكبيره دي جدا ممكن انها تتكسر بقرار قانوني، وده جزء من الرقابه. اللي حصل الحقيقه هو ان يعني حصل فيلير رهيب في الرقابه، لان الايديولوجيه بتاعت ريغان وثاتشر بتاعت القطاع الخاص وسايتنج الانفيزبل هاند بتاعت ادم سميث، وينسوا ان ادم سميث نفسه قال ان مش عايزين مونوبولي وعايزين، الفاوندرز بتوع امريكا كانوا كلهم انتي مونوبوليست، كانوا بيخافوا من المونوبوليس. عايزين نشاط اقتصادي في كومبيتيشن. انا في المقاله بتاعتي اللي حوزاها عليكم اللي عملتها من 10 سنين في حته بقول فيها، وده كده لما اقولها في محاضرات وقتها وكنت نائب رئيس البنك الدولي كان بتهز القاعه جدا، ان اقول لهم انا I want to abolish the word free markets. What we want are competitive markets. Competitive markets is not a free market. It is a market that is well regulated. Well regulated بمعنى ايه؟ مش بقى ان انا اقول ما اقدرش تعمل حاجه من غير ما تروح تاخد اذن من 15 موظف و26 امضى ومش عارف ايه، لا معناتها ان الترانزاكشنز ار ترانسبيرنت، ان انسايدر تريدنج از كريمينالايزد اند بروسيكيوتد، ان انتي مونوبولي لوز اكزيست اند ار انفورسد، ان انتري كومبيتيشن موجوده، ان الحسابات اللي بتقدمها الشركات قدام الناس زي ما حصل مع انرون تبقى حسابات حقيقيه، بحيث ان انا لما انا بستثمر في اسهم بتاعت انرون ابقى عارف ايه الريسك بتاعي. كل الحاجات دي المفروض انها تواجد، دي عايزه التعاقدات اللي موجوده، ايه حق الواحد انه ياخد انه يضارب في البورصه، يعني ايه يضارب في البورصه؟ بتلعب قمار، بس لازم انا اقدر اقول له بتلعب قمار بمجرد بروميسري نوت، اكلم راجل اقول له اديني 100 سهم من شركه كذا بكذا الف جنيه وانا هدفعهم لك بعد شهر، ولا مضطر ان انا قبل ما يبتدي العقد لازم احط نسبه معينه، والنسبه دي قد ايه؟ 1% ولا 10% من القيمه ولا 20%؟ طب ومين اللي حقق الحكايه ده هي؟ ومين اللي راجع على البروكرز انهم بينفذوا الحاجات دي كلها؟ فوات وي وانت عشان يبقى عندي ريلي فانكشننج فايبل كومبيتيتيف ماركت
We want proper regulation, مش regulation that is stifling, إنما regulation حقيقية في التصور إن عايزين نلغي الدولة ده اللي هو جاء بيه ريغان وساتشر بصفة خاصة وعمل طريقه في المؤسسات العالمية والدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدولي وغيره أدى إلى انفلات وخصوصا في الفترة بتاعت جورج بوش. انفلات بقى مش بحدود. الأرقام اللي هقول لكم عليها المحاضرة الجاية are beyond belief. Beyond belief يعني دلوقتي ما بنقولش a billion here a billion there بنتكلم في trillions. Trillion here and trillion there after a while you're talking about real money. أي هبة. اه طبعا لا هو الاساس بتاع الجلطه هو الاساس بتاع الجلطه اه لا لا ما هو لا لا كلهم بيتحاسبوا مع بعض لان هم كلهم عملوا a major push on deregulation في ماركت معين اسمه credit default swaps which was a major instrument في حاجه اسمها الهيدج فاندز بس ده بقى الجزء اللي هنتكلم فيه اللي جاي ده اللي ترتب على كده ان الحاجات دي كلها وانا هذكركم بيها تاني انتوا فاكرين لما اتكلمنا في الفاينانس وقلت لكم حكايه الليفرج الديت اند ليفرج لما بعمل ليفرج كبير باخد ارباح كبيره قوي بس في نفس الوقت اول ما العمليه تبتدي تتعثر بخسر كتير جدا فده اللي بدا يحصل عند الناس دي كلها why did they get away with that because they were not regulated ايوه الناس اللي هي انترناشونال يعني مش في امريكا او بنك المركزي هل لهم دور فعال؟ لا دور قليل قوي. على فكره يعني هقول لكم حاجه الناس متهيالها خطا وانا هكلمكم في الكلام ده بعد شويه ان صندوق النقد الدولي هو البنك المركزي بتاع البنوك المركزيه. This is not true. في بنك مركزي للبنوك المركزيه بس ما حدش بيسمع عنه ابدا. اسمه البنك اوف انترناشونال سيتلمنتس وموجود في بازل في سويسرا. That is the central bank of central banks. وده اتكون بال Dutch agreements بتوع سنة 1930 وشغلته ان هو بيعمل clearing house للبنوك اللي كل واحدة is a clearing house في الدولة بتاعتها. لا it's not his job. His job دي الرقابة بتبقى على مستوى الدولة. يعني اللي كان مفروض يحصل الاشتراك اللي اشتركوا في الجريمة ألان جرينسبان بتاع الفيدرال ريزيرف بانك ومجموعة من السكرتريز قد كده نكرات ما محدش حتى بيفتكرهم اللي جابهم جورج بوش يعني الفيرست تو سنو والتاني مش عارف كان اسمه ايه ما كانش له اي صوت خالص في اي حاجة لغايه هانك بولسون طبعا الناس كلها بتتكلم على هانك بولسون دلوقتي لانه اولا جاي من جولدمان ساكس ثانيا طبعا عشان حكايه 700 مليار دي بس خدوا بالكم ان 700 مليار ده جزء صغير قوي من اللي بيحصل الفيدرال ريزيرف اوريدي ادت 620 مليار للبنوك المركزيه الاخرى تو اريجيت ذا سيستم بس من غير ما تسال حد لان ده من حقها ال 700 مليار دول انكشفوا عشان اضطروا يروحوا للكونجرس والكونجرس وقتها قال لهم طب هو مين اللي بيعمل الحاجات دي؟ الاقي بقى مستر فولد اللي بياخد 500 مليون دولار عشان يخرب الشركه والثاني ياخد مش عارف ايه والسالريز الراجل السي اي او بتاعت اسمها ايه اللي اشتريتها كان لسه جايبينه جديد في ماريل اظن في ماريل قعد ثلاث اسابيع اخد 18 مليون دولار فبارني فرانك اي نو بارني فرانك كان اللي هو الكونجرسمان رئيس اللجنه الماليه بتاع الكونجرس قال لهم اي واحد هياخد فلوس من الدوله لازم الشركه تمضي ان التوب بيمنت اوف ذا سي او مش هتزيد عن 400,000 دولار والا ما فيش فلوس من الحكومه لانه قال انا ما اقدرش اطلب من التاكس بايرز اللي بيعمل 30,000 دولار في السنه ولا 40,000 دولار في السنه انه يعمل بيل اوت للمؤسسات دهيا من غير ما اطالب بشيء من العداله الاجتماعيه فده كان جزء بس ده الكلام هتكلم فيه في اللي جايه بقى ايوه يا شريف حاجتين لو سمحت حضرتك اتكلمت على السوق دلوقتي اه يعني انا حضرتك في مصر اليوم النهارده مثلا
مثلا ان الجبنه البيضه هترخص 20%، دي اكل حاجه اكتر حاجه باكلها هترخص 20%. الحقيقه ان هم قالوا ان السعر العالمي هينزل ال 20% دول، فهيبقى محليا السعر ده هينزل. اللي بيحصل ان التجار ما بينزلوش، يعني مش بياخدوا السعر الجديد اللي جوه والفرق بيسدد. طب الدولة في الحالة دي هل لها دور ولا لا؟ دور الدولة، دور الدولة في حاجتين. اولا انها تتأكد ان في عدد كافي من التجار، بحيث ان العرض او الاوفر او السبلاي بيزيد، بحيث ان 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 انت عايز متنزلش وطه عايز ما ينزلش، لما انجي مستعدة تنزل فانا هروح اشتري من عند انجي مش هشتري من عندكم، بعد شوية انتوا هتضطروا تنزلوا اسعاركم، على شرط ان يبقى فيه فعلا منافسة في السوق. وده جزء عشان كده بقول كومبيتيتيف ماركتس، عايزين ان يبقى في كومبيتيشن في السوق، يبقى في عدد من الناس كافي بحيث انهم ما يقدروش يبقوش رباطيه مع بعض يقدروا يربطوا على حاجه، لان طبعا لما بيزيد العدد صعب قوي انك انت تتفاهم مع الناس كلها يعني. فدي اول حاجه. تاني حاجه ان الحكومه ممكن انها تيجي فترات معينه بتخش في حاجات تعتبرها سلع اساسيه وتعمل دامبنج، يعني الحكومه بتروح منزله هي نفسها تشتري جبنه وتروح منزلك جبنه او عيش او واتيفر تنزله بسعر معين في السوق، وتلاقوا تنزلت عدد منه كفايه هتضطر تجبر الناس الثانيه انها تنضبط او انها تخفض من اسعارها. فدي الحكومه تعملها بيسموها بافر ستوكس. لا لا، محاوله انك انت تجبر الناس انها تبيع بسعر معين في كل بلاد العالم فشلت. في كل السلعة من العملة الجنيه والدولار للجبنة للعيش للي انت عايزه، اي حاجة لو هتجبر الناس انها تبيع على هيبطلوا يبيعوا وهتقوم لك سوق سوداء. والعالم التجارب يعني مش هنعيد التجربة دي للمرة المليون، يعني العالم كله عمل التجارب دي قبل كده. بالنسبة للسوق العقاري اللي عالي جدا جدا السنتين اللي فاتوا، وبيقال يعني المقالات الواحد يقراها ان هو الارتفاع ده مش حقيقي، وانه السعر الحقيقي للعقارات ممكن. ما هو ده اللي حصل في امريكا. اللي حصل في امريكا ان العقارات نزلت حوالي 40%. هل بعد ما ارتفعت 200%. هل ده ليه علاقه مثلا بالمواد الخام ولا ليه علاقه بالسوق نفسه؟ لا لا، لا علاقه بالسوق على طول. المواد الخام جزء بسيط قوي من العمليه دي. له علاقه بس طول ما انا قادر ان انا كديفلوبر في القطاع الخاص ابيع بيوت بكذا مليون جنيه مش هبيعهم ليه؟ اذا كنت لاقي اللي يشتريهم. طب ازاي الناس بتبيع بيوت كتير قوي دي في شقق وبيوت كتير مقفله؟ طيب ما هو في حد بيشتريها، في حد بيشتريها، ودي معناتها ان في ناس عندهم فلوس كافيه ان تبقى ديسبوزبل انكم بتاعتهم عاليه ويقدروا يحطوها من غير ما يستعملوها. جزء بقى من الحاجات، نرجع تاني لمنظومة الضرائب. الضرائب العقارية جزء منها مفروض انه يعالج القضايا دي. لو انت جايب 10 شقق وقافلهم وهدفعك ضريبة على كل واحدة منهم، هتبتدي تفكر بقى انك تأجرها، انك تعمل فيها حاجة، ما تسيبهاش كده يعني. يعني فعشان كده قلت لك منظومة الضرائب اللي هي ضرائب الدخل وضرائب الجمارك وضرائب العقارية والضرائب الترانزاكشنز اللي هي مبيعات والضرايب الكسب الكابيتال جينز لازم تمشي مع بعضها، منظومه الضرايب لازم تمشي مع بعضها. فدي بقى بتعالج بقى قضايا بالشكل ده. في ادوات معينه في المنظومه بتاعت الادوات اللي موجوده للحكومه في السياسه الاقتصاديه والماليه انها تسمح للواحد انه الدوله انها تقدر تتعامل مع هذه المشاكل. اوكي؟ انتوا خدتوا كده ما يعادل سمستر كامل من الاقتصاد في ساعه. ساعه ونص. طيب نرجع نريح كده شويه ونلتقي الساعه 2 بقى نتكلم على الازمه الماليه. اظن كده كله خلاص عرفتوا كل حاجه ولا في اسئله ثانيه؟ ما فيش؟ اوكي، سي يو ات 2 o'clock.